السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من المونديال. اليوم السابع في مونديال روسيا 2018، وبنكمل سيناريو خروج المنتخبات العربية من الأدوار الأولى بعد خسارة منتخب مصر أمام روسيا. منتخب السعودية أيضا بيودع مونديال روسيا، ومعاه منتخب المغرب اللي أدى مباراة كبيرة جدا أمام المنتخب البرتغالي، أيضا المنتخب السعودي أدى مباراة كبيرة جدا أمام المنتخب الأورجواياني، لكن خبرة الأورجواي وخبرة البرتغال بقيادة رونالدو بترجح كفة أي يعني منتخب البرتغال، وسواريز وكافاني وجودين بيرجحوا كفة المنتخب الأورجواي. وكان نفسنا نشوف إحدى الفرق العربية، لكن فرصة منتخب تونس هي التي تزال قائمة، ونتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله في مباراة قادمة صعبة أو مباراتين أمام المنتخب البلجيكي وأمام منتخب بنما. لكن منتخب تونس أيضا لو خسر في مباراته القادمة هيودع المونديال، لكن في بالنسبة للمنتخبات الأفريقية منتخب السنغالي هو اللي يعني هو اللي فاز الوحيد، المنتخب الافريقي اللي فاز في كاس العالم 2018، وبيقدموا بيقدموا مستويات رائعه وبيعملوا في صمت، كسبوا المنتخب البولندي 2-1. طبعا زي ما حضراتكم متعودين معانا بنبدا بفقره الاخبار، وبنقرا لحضراتكم اهم عناوين الاخبار اللي موجوده في الصحف العالميه اللي بتخص المونديال الخاصة باليوم اللي بنكون بنعرضه مع حضراتكم. أيضا الفقرة الثانية وهي اليوم وغدا، وبنستعرض مع حضراتكم أهم أو نتائج مباريات اليوم وأيضا مباريات غدا والجداول أو الجدول الخاص بمجموعة اليوم. الفقرة الثالثة بتكون على التليفون من روسيا، بنطير إلى روسيا في بعض المداخلات الهاتفية اللي بنتكلم فيها مع بعض الإعلاميين والصحفيين زمايلنا طبعا وإخواتنا الموجودين في روسيا، وبنطمن منهم على أخبار البعثة المصرية وآخر الكواليس، وأيضا بشكل عام عن المونديال بما أن فيه منتخبات عربية وأفريقية. الفقرة الموجودة الفقرة الرابعة اللي بتبقى موجودة مع حضراتكم بعد فقرة التليفون من روسيا حكاوي المونديال، بنختار لحضراتكم حكاية خاصة بمونديال روسيا و بنحكيها لحضراتكم، وبعديها بيكون فقرة محببة جدا لكل الجمهور الأهلاوي وخاصة بجمهور النادي الأهلي هي أهلاوي في المونديال. بنختار أيضا لحضراتكم لاعب كرة قدم لاعب في النادي الأهلي وشارك في المونديالين سواء مونديال إيطاليا 34 أو مونديال إيطاليا أيضا 1990، واخترنا لحضراتكم النهاردة الكابتن هاني رمزي علشان يكون موجود معنا في فقرة أهلاوي في المونديال. أما الفقرة السادسة وهي المونديال في الشارع، بنروح ونستعرض تقارير يعني تقارير مع الجمهور، بنتكلم معهم على رأيهم في مشوار المنتخب الوطني وأيضا رأيهم في مونديال روسيا بشكل عام، وبعض طبعا المحاور اللي بنتكلم فيها مع الجمهور المصري الواعي اللي اكيد بيساند منتخب مصر واللي خلاص بقى مش محتاج محللين علشان يفهموه، هو بقى فاهم كل حاجه في عالم كره القدم. واخيرا الفقره الاخيره اللي هتكون معايا ضيفي وضيف حضراتكم واحد من الشباب الواعدين الصاعدين اللي بيتكلموا ويحللوا كره القدم المحليه والعالميه بشكل محترم جدا وشكل فني على اعلى مستوى، هو أمير عبد الحليم مدير تحرير موقع في الجول، إن شاء الله يكون معايا عشان نتكلم بشكل عام على المونديال وأيضا رأيه في تجربة منتخب مصر والمنتخبات العربية. هنبدأ أول فقرة مع حضراتكم هي فقرة الأخبار لكن بعد الفصل. أهلا بحضراتكم من جديد، ونبدأ بفقرة الأخبار سريعا بعض عناوين الأخبار. وأول خبر هو يوم خروج المنتخبات العربية من المونديال، رسميا مصر والمغرب والسعودية خارج المونديال، ومحمد صلاح ينفي التهديد بترك معسكر المنتخب المصري بكأس العالم. يعني أكيد كلام كتير طلع على محمد صلاح أنه ترك المعسكر، لكن محمد صلاح نفى بنفسه أنه موجود. طبعا المنتخب بصلاح متواجد في مع الفراعنة، وكل ما يتردد عن رحيله شائعات، دي التويتة اللي خرجت من حساب محمد صلاح اليوم بعد الشائعات اللي اتكلمنا عليها،
وأكد أن هو لا يوجد خلاف على الإطلاق، وهو مستمر في معسكر المنتخب ومستمر في قيادة منتخب مصر في مباراة السعودية، اللي أنا شايف مباراة مهمة جدا 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 من كذا نحن نتكلم عليها مع ضيفي في آخر فقرة موجودة معنا في المونديال. زي ما احنا قلنا المنتخب صلاح متواجد مع الفراعنة، وكل ما يتردد عن رحيله شائعات، والجمهور المصري في روسيا يعرض تذاكر مباراة السعودية للبيع. يعني أكيد أمر محزن وأمر مؤسف، كان عندهم أمل أن مباراة السعودية تكون مباراة حاسمة للمنتخب الوطني، والمنتخب يبدأ الاستعداد لمواجهة السعودية الاثنين. وتيسير الجاسم يعلن جاهزيته لمواجهة مصر. تيسير الجاسم لاعب السعودية بعد إصابته وخروجه بعد ما لعب مباراة اليوم أمام الأورجواي، تعرض لإصابة وخرج من المباراة، لكنه في المؤتمر الصحفي تم الإعلان عن أن تيسير الجاسم هيكون موجود في مباراة مصر والسعودية، واللي أكيد هتكون مباراة مهمة جدا بين أشقاء عرب. مدرب المنتخب السعودي خوان أنطونيو بيتزي: سنواجه مصر بكل قوة رغم توديع المونديال. زي ما قلت لحضراتكم مباراة هتكون قوية، نتمنى التوفيق للمنتخبين الشقيقين. أما مدرب السعودية أيضا في تصريح تاني: فرضنا أسلوبنا على أورجواي رغم الخسارة. القحطاني يشيد بالمنتخب السعودي. لويس سواريز يدخل نادي المئة مع أورجواي. لويس سواريز نجم نادي برشلونة ونجم المنتخب الأورجواي، يسجل هدفه رقم أو يدخل نادي المئة مع الأورجواي، وكمان بيحتفل بدخوله نادي المئة في عدد المباريات بإحرازه هدف المباراة الوحيد اللي جمع ما بين منتخب أورجواي والسعودية، ومن خلاله تم حصد 3 نقاط مهمين جدا لمنتخب أورجواي. ومش بس كده، ده كمان بيحصل على لقب رجل المباراة بعد انتهاء مباراة السعودية وأورجواي، فبالتالي يوم حافل ومثمر للويس سواريز نجم المنتخب الأورجواياني ونجم نادي برشلونة. سواريز بيحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة السعودية ومدرب أورجواي: نجحنا في المهمة. طبيعي، أمر طبيعي جدا أنه يتكلم بعد ما أخذ اللي هو عايزه من المباراة بأقل مجهود. 3 نقاط مهمين جدا 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 في مشوار المنتخب الأورجواياني، تضع قدما لي في دور الـ16، والقدم الثانية يعني هنشوف أول ولا تاني بعد المباراة اللي هتجمع ما بين روسيا وأورجواي في المباراة القادمة. ودي بقى هتشوف مين اللي هيبعد عن مواجهة أسبانيا، مين اللي هيبعد عن مواجهة البرتغال. المباراة القادمة هي اللي هتعرفنا كل حاجة. طبعا رينارد: هدف رونالدو غير شرعي ولنا ركلة جزاء لم تحتسب. كلام كتير عن التحكيم في المونديال، عن تقنية الفار أو الفيديو هنتكلم فيها، هنحاول يكون معنا خبير تحكيمي على التليفون في فقرة في فقرتي الأخيرة، وهتكلم أيضا مع أمير علشان نشوف هل الحكم بيتم اختاره بعد وقوع فاول أو خطأ، ولا هو اللي بيختار انه يرجع علشان يتاكد من ضربه ثابته خطا تم احتسابه وهو او خطا حصل وهو ما خدش باله منه. بن عطيه يطالب ببعض الاحترام للمنتخب المغربي. بن عطيه نجم فريق يوفنتوس ونجم المنتخب المغربي، اكيد طبعا ليك كل الحق انك تطلب ببعض الاحترام، لكن منتخب المغرب فعلا منتخب محترم وشرف كل الكره العربيه والافريقيه. واتظلم انه يكون موجود في مجموعه الموت اللي بتضم منتخب البرتغال ومنتخب اسبانيا. طبعا امرابط المغربي او لاعب امرابط المغربي مهاجما التحكيم، كنا نتكلم على التحكيم في المونديال، ان في بعض علامات الاستفهام محتاجين نفهمها من الخبراء التحكيميين في مصر طبعا ان هم يوضحوا الصوره بشكل عام. كاس العالم ليس سيركا، ده تعليقه ايضا على اللي حصل في مباراه اليوم. وكريستيانو رونالدو يتوج هدافا تاريخيا لاوروبا في المباريات الدوليه. 85 هدف بعد ما رونالدو احرز هدفه اليوم، كان بيتساوى قبل المباراه مع بوشكاش 84 هدف لكل واحد فيهم، لكن رونالدو بعد ما احرز هدفه اليوم في مرمى المغرب رقم 85 بينفرد بالصدارة وبيتوج هدافا تاريخيا لأوروبا في المباريات الدولية.
والجماهير المغربية تهتف لليونيل ميسي لاستفزاز البرتغالي كريستيانو رونالدو. مش رونالدو يعني اعتقد اللي هو يتم استفزازه او يتم يعني نوع من انواع يعني ان هم يفقد الثقة في نفسه. ما اعتقدش ان رونالدو واحد من اللعيبة اللي بيحصل له كده. رونالدو لاعب كبير وياما اتحط تحت ضغط، واكيد شفنا كلنا في مبارياته مع ريال مدريد او مع المنتخب البرتغالي. وايضا رونالدو بيعلق وبيتكلم على المنتخب المغربي انه منتخب قوي وانه لا يهتم بسباق الهدافين. رونالدو هو هداف كأس العالم برصيد 4 اهداف، 3 اهداف في مباراة اسبانيا وهدف في مرمى المغرب. وسيدريك سواريز يعترف بمعاناة البرتغال امام المغرب. يعجبني جدا ان لاعب كرة القدم يصرح ويتكلم بالشكل الصح وبيتكلم بالشكل الحقيقي اللي تم فيه المباراة. وبالتالي ان البرتغال عانت، لولا الحظ والتوفيق ما خدمش منتخب المغرب كان هتبقى النتيجة عكس كده تماما. اشرف حكيمي لاعب ريال مدريد بيقول كرة القدم لم تنصف الافضل، لسه مكملين مع سيناريو تفوق المنتخب المغربي في مباراته واللي لم يحالفه الحظ والتوفيق وخسر ب1-0. وفي مباراة يعني اكيد منتخب المغربي ظهر فيها بشكل رائع جدا ومحترم. أنطوان جريزمان جاهز لقيادة هجوم فرنسا في مباراة بيرو. منتخب فرنسا بعد مباراته الأولى أمام أستراليا واللي كسب فيها بنتيجة 2-1، جريزمان كان في بعض الشكوك أنه مصاب وأنه لن يلحق بمباراة بيرو، لكنه جاهز وبيعلن رسميا أنه جاهز لوجوده في التشكيلة الرئيسية في مباراة بيرو. ريكاردو جاريك مدرب بيرو بيقول لن نسمح لفرنسا أن تتلاعب بنا. خسارة هو اللي سمح ليها في مباراة الدنمارك بعد إضاعته لركلة الجزاء، ما قدموش فرصة غير أنه يعمل نتيجة إيجابية مع المنتخب الفرنسي. وكين هز الشباك في المونديال، شعور رائع، ومواجهة بنما لن تكون سهلة. هاري كين كابتن فريق المنتخب الإنجليزي وصاحب الهدفين في مباراة تونس بيقول أنه شعور رائع جدا تسجيل في المونديال. ومولر يثق في قدرتها على تخطي السويد. ايضا المانيا بتضع نفسها في موقف حرج جدا بعد الخساره الاولى امام المنتخب المكسيكي في اولى مبارياته، ومولر ما قدموش فرصه غير انه يتخطى المنتخب السويدي اللي ايضا تفوق في مباراته الاولى على منتخب كوريا. معلول سنجري بعض التعديلات في التشكيله واطالب اللاعبين بالصمود. كل التوفيق للمنتخب التونسي. طبعا كابتن نبيل معلول مش علي معلول هو اللي بيتصرح وبيقول الكلام ده. كل التوفيق لمنتخب التونسي الشقيق. منتخب تونس يريح 8 لاعبين من المشاركه في التدريبات. زي ما احنا عارفين حمل مباراه منتخب انجلترا كانت عاليه جدا، فبالتالي لازم يكون الحمل التدريبي بعقل ويكون كمان على نهج خطه ماشي عليها كابتن نبيل معلول في قيادته لتدريب منتخب تونس في مونديال روسيا 2018. ونيمار يعود لتدريبات البرازيل استعدادا لمواجهه كوستاريكا. كان في كلام ان نيمار اتصاب، واحنا قلنا امبارح في الاخبار ان نيمار يغادر تدريبات منتخب البرازيل مصابا، لكنه بيعود من جديد وجاهز لمواجهه كوستاريكا. البرازيل ايضا اتعدلت في اول مباراه امام سويسرا ومحتاجه ان هي تفوز في مباراه كوستاريكا، فهتبقى مواجهه صعبه جدا. طبعا ايفان راكيتيتش يطالب زملائه بتقديم مباراه مثاليه امام الارجنتين. راكيتيتش هيلاقي زميله في برشلونه ليونيل ميسي، وبالتالي تبقى مباراه صعبه جدا. كرواتيا نجحت ان هي تفوز في المباراه الاولى على منتخب نيجيريا 2-0، والارجنتين بتتعادل مع ايسلندا، وبالتالي كرواتيا قدامها اختيارين، يا اما الفوز وضمان الصعود لدور 16 او التعادل الايجابي وايضا ضمان فرصه بنسبة 70% في وجودها في دور الـ16. خورخي سامباولي المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني يدافع عن ميسي قبل مواجهة كرواتيا. ميسي طبعا ركلة جزاء أهدرها في مباراة أيسلندا وتعرض لنقد كبير جدا من الصحافة والإعلام والشارع الرياضي. الإصابات تضرب صفوف بيرو قبل المواجهة المصرية أمام فرنسا. زي ما احنا قلنا الفرصة الأخيرة لمنتخب بيرو أمام فرنسا لابد من تحقيق نتيجة إيجابية، و دييغو أرماندو مارادونا يأمل في أن تفوز الأرجنتين على كرواتيا للاستمرار في المونديال. أمر طبيعي جدا جدا أمام خصم قوي منتخب كرواتيا. والفيفا راض تماما عن نظام حكم الفيديو المساعد والتحكيم في المونديال. هنتكلم على حكم الفيديو المساعد، هي دي عليها علامة استفهام كبيرة جدا في البطولة. بنشوف كور كتيرة جدا جدا
يعني لو الحكم رجع عليه تقنية الفيديو أعتقد أنه ممكن يغير قراره. أخرها مباراة منتخب مصر امبارح بعد ما الحكم حسب ركلة جزاء ضربة حرة لمنتخب مصر خارج منطقة الجزاء، لكن بعد ما شاهد تقنية الفيديو وطلب مساعدة الحكم الخامس أو الحكم الخاص بالفيديو قال له ركلة جزاء وهي من جوه منطقة ال 18. الاتحاد البلجيكي يعلن إلغاء مران المنتخب اليوم في المونديال بعد رحلة شاقة للمنتخب، وبالتالي عشان ما يكونش حمل زائد على اللعيبة عندهم مواجهة صعبة جدا أمام المنتخب التونسي. ووالدة ليونيل ميسي الحلم الأكبر لنجلي هو الفوز بكأس العالم. ومباراة إيران تمنح بكي الظهور المئوي مع إسبانيا، يبقى عندنا اثنين لعيبة تخطوا نادي المئة أو بيحتفلوا بدخولهم النادي المئوي، هو جيرارد بيكي نجم نادي برشلونة ومنتخب أسبانيا، وأيضا لويس سواريز نجم نادي برشلونة ونجم المنتخب الأورجواياني. وهدف هاري كين في تونس يتسبب في إصابة مدرب إنجلترا، نتكلم على الاحتفال مش بنتكلم على حاجة تانية. أما أخيرا مدرب أستراليا يعترف بأفضلية الدنمارك عن فرنسا. أكيد طبعا يعني مدرب أستراليا أو منتخب أستراليا خسر بشكل غريب، هو خاص بتقنية الفيديو ركلة جزاء أولى حكم رجع لتقنية الفيديو عشان يتأكد من صحتها، وأيضا هدف بول بوجبا اللي تخطى خط المرمى تأكدوا من صحته بعد مشاهدة تقنية الفيديو. لسه مكملين مع حضراتكم علشان نروح لفقرة التانية اليوم وغدا واستعراض مباريات اليوم ونتائجها وأيضا مباريات غدا وبعد الإحصائيات والأرقام، لكن هنروح لفاصل سريع وهرجع أكمل مع حضراتكم. اهلا بحضراتكم من جديد ولسه مكملين مع حضراتكم في فقرتنا الثانيه وهي اليوم وغدا واستعراض نتائج مباريات اليوم وايضا استعراض مباريات غدا وجدول ترتيب المجموعات. نبدا مع حضراتكم بمباريات اليوم، اقيمت ثلاث لقاءات، دي طبعا لقاء مصر والسعوديه الخاص بالمجموعه الاولى علشان مباراه الاورجواي والسعوديه اللي اتلعبت اليوم في الساعه 5. روسيا
طبعا فازت على منتخب مصر 3-1، وايضا منتخب اورجواي بيفوز على منتخب السعوديه بنتيجه 1-0، وروسيا واورجواي بيصعدوا رسميا لدور ال 16، لكن في انتظار مباراتهم الاخيره لتحديد من هو صاحب المركز الاول والثاني. نروح للمجموعه الثانيه والقويه جدا، منتخب البرتغال بيفوز 1-0 على منتخب المغرب بعد أداء مشرف من المنتخب المغربي الذي لا يستحق الخسارة تماما. أما منتخب إيران العنيد والقوي بيخسر من منتخب أسبانيا 1-0، يعني هدف لتابع المباراة يمكن هدف ملوش أي معنى، خطأ مشترك أو جون مشترك ما بين مدافع إيران ودييغو كوستا اللي اختير رجل المباراة وصاحب الهدف، والكرة خبطت فيه ودخلت مرمى المنتخب الإيراني. المنتخب الإيراني كان خطر جدا، ضيع بعض الكرات، وبالتالي منتخب إيران يعني عنده لسه فرصة في مباراته القادمة مع منتخب البرتغال. نستعرض مع حضراتكم مباريات غدا إن شاء الله الخميس 21 يونيو في 3 لقاءات. الساعة 2 هتبقى مباراة الدنمارك وأستراليا، أما الساعة 5 مباراة فرنسا وبيرو، وأخيرا الساعة 8 2:05، وآخر مباراة الساعة 8 مباراة الأرجنتين وكرواتيا، مباراة منتظرة، مباراة قمة، مباراة أعتقد أن هيكون فيها يعني متعة كروية. كرواتيا بعد الفوز الأول ليها أمام منتخب نيجيريا، والأرجنتين بعد تعادل مع منتخب أيسلندا، كرواتيا بتسعى إلى ضمان صعودها قبل المواجهة أيسلندا في الجولة الأخيرة بفوزها على الأرجنتين، والأرجنتين بتسعى إلى الحفاظ على الهيبة والحفاظ على وجود فرص لها في المونديال، وبتسعى إلى خطف 3 نقاط من منتخب كرواتيا العنيد. هنشوف خورخي سامباولي هيستغل الأسماء اللي موجودة عنده على مقاعد البدلاء، ولا هيتم أو هيلعب بنفس التشكيلة اللي كانت موجودة في المباراة الماضية. إن شاء الله نشوف مباراة قمة ما بين الأرجنتين وكرواتيا. أما ترتيب الجدول ده، المجموعة الأولى اللي اتلعب منها ماتش امبارح وماتش النهاردة، روسيا صاحبة المركز الأول ب6 نقاط من مباراتين، ومنتخب أوروغواي بيتساوى مع روسيا في عدد النقاط 6 نقاط، لكن منتخب روسيا بيتفوق ب8 أهداف ومنتخب أوروغواي لهدفين فقط لغير. أما منتخب مصر ومنتخب السعودية 0 من النقاط، مصر في المركز الثالث ومنتخب السعودية في المركز الرابع. مجموعة الثانية اللي اتلعب منها ماتشين اليوم وبنسبة كبيرة يعني منتخب المغرب أو المنتخب المغرب وضع خلاص المونديال، أسبانيا في المركز الأول ب4 نقاط، يليها مركز تاني منتخب البرتغال 4 نقاط، لكن يعني بيتساوى في كل شيء زي ما حضراتكم شايفين. المباراة القادمة هي اللي هتحدد أسبانيا ولا البرتغال فيهم صاحب المركز الأول والمركز التاني. التالت منتخب إيران، والمركز الرابع إيران عندها 3 نقاط لسه عندها فرصة أمام المنتخب البرتغالي، والمركز الأخير المنتخب المغربي 0 من النقاط بعد أداء مشرف جدا جدا في كأس العالم. لسه مكملين مع حضراتكم يعني خلاص. طيب هنروح لفاصل سريع قبل ما نستقبل مع حضراتكم تليفوناتنا من روسيا علشان نعرف آخر أخبار والكواليس اللي بتخص البعثة المصرية والمنتخب المصري في روسيا. هتكلم مع حضراتكم شوية عن بعض الأرقام والإحصائيات الخاصة بمباراة السعودية وأوروغواي ومنتخب المغرب ومنتخب البرتغال، وأبدأ مع حضراتكم بمباراة المغرب والبرتغال واللي انتهت بفوز البرتغال 1-0. يعني للي عارفين وللي مش عارفين إن آخر فوز كان على منتخب البرتغال من المغرب كان في كأس العالم 86 بنتيجة 3-1، وده كان أول انتصار تاريخي لمنتخب من شمال أفريقيا في المونديال. يعني رقم كبير جدا 3-1، أعتقد إن يعني رقم صعب يتحقق في الوقت الحالي، لكن المغرب بنجومها كانوا قادرين على الفوز على منتخب البرتغال 3-1 في كأس العالم 86، والهزيمة الوحيدة اللي تعرض ليها منتخب البرتغال أيضا ضد منتخبات أفريقية في كأس العالم جاءت ضد المغرب
ايضا في مونديال 86. طبعا دي كانت النتيجه السلبيه الوحيده للمنتخب البرتغالي ضد منتخبات افريقيه. رونالدو طبعا بيسجل 3 اهداف، هاتريك لاول مره خلال مواجهته لمنتخب اسبانيا عشان يصبح رابع لاعب بيسجل في تاريخ كاس العالم في 4 نسخ مختلفه بعد زيلر وبيلي وميروسلاف كلوزا. طبعا احنا بنتكلم بشكل عام على ارقام يعني منتخب المغرب الفرديه والجماعيه وايضا منتخب اسبانيا منتخب البرتغال الارقام الجماعيه والفرديه، ورونالدو يصبح اول لاعب في التاريخ بيسجل في 8 بطولات دوليه كبرى متتاليه وهي كاس العالم وكاس امم اوروبا، وايضا الرقم القياسي كان مسجل باسم طبعا زيزينيو في 7 بطولات متتالية، فبالتالي رونالدو بيضرب الرقم القياسي بعد تسجيله الهاتريك في مرمى أسبانيا علشان يسجل في 8 بطولات كبرى. وكالعادة رونالدو كل ما بيكبر في السن وكل ما بيحقق أرقام قياسية وكل ما بيتخطى حاجات كتير جدا يعني. طيب هنروح لروسيا، معانا تليفون من روسيا الاستاذ محمود صبري رئيس القسم الرياضي في الاهرام. برحب بحضرتك استاذ محمود. طيب قطع الاتصال لسه يعني ان شاء الله هيكون معانا تليفونات كتيره جدا من روسيا، لكن هنكمل مع حضراتكم باقي الاحصائيات والارقام لحد ما يعود الينا الاتصال من جديد. المغربي عزيز بهدوز اللي سجل مرمى اللي سجل هدف في مرمى فريقه بالخطا ضد ايران اصبح ثالث لاعب بديل يسجل في مرمى فريقه في كاس العالم بعد طبعا مونديال 86 ومونديال 2006. رونالدو احرز 3 اهداف من خلال طبعا اطلاق 70 تسديده على المرمى في اول 3 نهائيات لكاس العالم مع البرتغال 2006 و2010 و2014، لكنه في كاس العالم 2018 سجل 3 اهداف من 4 تسديدات فقط. ده بيدل ان كل ما اللاعب يكون صغير في السن كل ما محاولاته بتكون اكبر، كل ما بيكبر في السن بيكون بينضج طبعا فكريا وبينضج كرويا، وبالتالي بيعرف يستغل الفرص اللي بتجيله احسن بكتير من قبل كده. يعني شفنا 70 تسديده رونالدو قدر ان هو يسجل منها 3 اهداف، اما في 2018 سجل من 4 فرص 3 اهداف علشان يكون هاتريك في مباراه اسبانيا والبرتغال. منتخب المغرب بيمتلك رقم ايجابي في الجوله الاولى من مرحله المجموعات من مونديال روسيا 2018 خلال المباراه امام المنتخب الايراني، انه لم يتلقى ايده مباشره على مرماه خلال احداث الشوط الثاني. ده اللي حصل مع منتخب المغرب، انه في اول 4 دقائق قدر منتخب البرتغال يخطف الهدف المباراه الوحيد، وبالتالي بلغه الكوره ينام على الهدف وينجح انه يحصد 3 نقاط مهمين جدا. نرجع لروسيا مع الاستاذ محمود صبري. اهلا بيك استاذ محمود. اهلا بيك كابتن عمر، ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله رب. يعني حضرتك طمنا على بعثه المنتخب المصري واخر الاستعدادات لمباراه السعوديه الاخيره، واللي هتكون تحصيل حاصل ما بين منتخب السعوديه ومنتخب مصر. لا طبعا، بس المنتخب وصلت النهارده لجروزني الساعه 1 ظهرا، وفضل الجهاز الفني عدم اداء اللعيبه لاي تدريبات في مقرر تمرين الساعه 5، شاف انه في ارهاق وضغط كبير جدا على اللعيبه، ومنحهم يعني راحه، وسمح لهم بنزول الجيم على اداء التدريبات اللي هي العاديه للحفاظ يعني على اللياقه الذهنيه يعني. ومباراه منتخب السعوديه الشقيق مباراه يعني مباراه مش سهله، مباراه مهمه من وجهه نظري، انك انت بتبحث عن تحقيق اول فوز ليك في المونديال، 3 مشاركات انت لم تحقق ولم تعرف طعم الفوز، ولم تسجل سوى هدف سوى هدفين من ضربتين جزاء. فاعتقد ان المباراه محتاجه مزيد من التركيز، محتاجه المباراه دعم للاداره الفنيه، دعم للفريق، الناس تكف شويه عن موضوع الشائعات الغريبه بين نعشق قلبت يعني زياده قوي، قلبت الشائعات وكلام بيتقال وصور بتتنشر وحواديت بعد ما تكون بامانه شديده عن الواقع، وجلد الذات بصوره كبيره جدا، وتشويه الصوره العامه للمنتخب المصري بصوره يعني كامل احترامي للجميع. في منتخب خسر وفي اخطاء، في اخطاء
والاخطاء دي لازم يبقى في لها طرح بشكل يكون في صالح الكره المصريه، مش في مش من اجل يعني مثلا الحديث عن مساوئ اشخاص بعينهم. فيها فوات، في كلام كتير ممكن يتقال بس يتقال بصوره افضل من كده. يعني تعليق حضرتك على بعض الاخبار اللي سمعناها ان بعض الجمهور المصري المتواجد في روسيا انه بيحاول يتخلص ويبيع تذاكر مباراه مصر والسعوديه. كلام صراحه الامر كلام يعني ما اعرفش على اي اساس يعني، ومن صاحب تخريج مثل هذه المعلومات؟ يعني ما لمسناش هذا الكلام، ربما يكون في ناس فعلا كده، لكن عايز اقول الجمهور اللي اتكلف ده كله وجه في المسافات دي كلها وجاي يشجع وساند، وبقى عندك مثلا جمهور زي ما احنا كنا زمان كنا نفسنا يبقى عندنا جمهور، نفسنا ان احنا كان يبقى عندنا منتخب بيلعب في كاس العالم ونشوفه، ونفسنا كنا نعمل حاجه. لكن انت يعني بتروح كاس العالم كل 28 سنه، كل 54 سنه، الكرة عندك محتاجه تصفيه، محتاجه في نقله ثانيه، محتاجه. ده اللي هو الكلام اللي اتقال للمهندس انا بريده والناس اللي معاه، يا تنقلوا الكوره والدوري المصري والشكل العام للكوره والبحث وزياده عدد المحترفين، يا تسيبوا المسؤوليه لو انتم مش قادرين. لكن هو المساله ان هو يبقى مساله ايه؟ تشويه، وده تشويه لصالح البلد، يعني ده تشويه ضد البلد. ان احنا عندنا حاله في حاله انقسام واستقطاب حد جدا، وكلام بيتقال مش على ارض الواقع. قال لعيبه قدوا، الراجل قال لك دي قدراتكم ودي امكانياتكم لغايه كده، مش هتقدروا تزيد عن كده. احنا كل الرهان كله على محمد صلاح. محمد صلاح هيتحمل ايه؟ يعني بصراحه يعني راجع من اصابه ومش جاهز وقدر وحاول وعمل، وشفت كلام الناس عنده يعني، يعني لقيت الناس بتتفرج على الكلام اللي احنا بنقوله. مباراه السعوديه مباراه مهمه. مباراه محتاجه تجهيز، مباراه صعبه. تخيل بقى لو انت خسرت من السعوديه. ما انا كنت عايز اقول لحضرتك يا استاذ محمود، معلش هناخد من كلام حضرتك لسؤالي، هل تحقيق منتخب مصر اول فوز في المونديال وثلاث نقاط مهمين جدا يعني كتجربه للمنتخب الوطني زي ما حضرتك قلت 28 سنه ما حققناش فوز، هل ده سبب كافي لتحفيز اللاعبين في مباراتهم القادمه امام السعوديه؟ طبعا ده هو الهدف، ولازم يعني يا كابتن عمر اتفرج حضرتك شوف اداء المنتخب. طب شوف النهارده منتخب ايران هو بيلعب مع اسبانيا. بصراحة يعني إيران عمل يعني منتخب إيران عمل أداء مشرف جدا. أنا بسألك سؤال، شوف المدرب بتاعهم كارلوس كيروش البرتغالي، شوف دي كام سنة مع المنتخب، شوف النهارده القوة والصلابة والدم المجاهد أقوى وأعسى نجوم المحترفين. شوف إزاي الهدف واتلغى وكان المفروض ممكن يعدي، لكن أهو تحكيم الفيديو بيظهر لمين؟ دي ناس بعينها، وواضح إنه حكم الفيديو لم يضف الجديد، بل أصبح أعلى وأصبح تشير عليه علامات استفهام. ليه؟ في ماتش مصر وروسيا ضربة جزاء واضحة جدا. طيب واضح ان في مشكلة في الخطوط، لكن كلام استاذ محمود زي ما حضراتكم سمعتم يعني اكيد تحقيق فوز مهم جدا امام المنتخب السعودي في يعني يعني المشاركة الثالثة للمنتخب الوطني في كأس العالم إيطاليا 34، وأيضا كأس العالم 1990 في إيطاليا و2018 في روسيا، منتخب لم يحقق أي فوز، وبالتالي منتخب مصر محتاج إلى حاجتين، أول حاجة إحراز مزيد من الأهداف علشان الموضوع ما يبقاش كابتن مجدي عبد الغني وكابتن محمد صلاح هدفين من ركلتين جزاء فقط لا غير، عايزين كابتن مجدي يجيب اهداف، محمد صلاح يجيب اهداف، النني يجيب اهداف، مروان محسن يجيب اهداف، تريزيجيه يجيب اهداف، يعني اخر مباراه وفرصه للجميع انه كمان يخرج بثلاث نقاط علشان يبقى فزنا في مباراه لينا في كاس العالم، ادينا اداء مشرف في المباراه الاولى لكن ما كانش معانا التوفيق وهدف دخل فينا يعني بدون اي داعي، لكن هو ده حال كره القدم. المباراه الثانية حصل بعض الظروف اللي خلت منتخب روسيا تفوز على المنتخب الوطني وخسرنا أيضا ثلاث نقاط، أحرزنا هدف وده اللي احنا كنا بنسعى ليه، بالتالي ما يعني ما كانش حد أو طبيعي احنا مش مسافرين ناخد كأس العالم، لا احنا مسافرين بطولة كأس العالم لتقديم كرة قدم جميلة، كرة قدم ممتعة، ممكن يكون بعض الظروف اللي بتخلي منتخب مصر يلعب بالاداء اللي حضراتكم شفتوه، لكن قدامنا مباراه مصر والسعوديه المباراه القادمه ان شاء الله زي ما بقول لحضراتكم فيها اكثر من هدف، وهو احراز اهداف وتكون اول فوز للمنتخب الوطني. ما فيش اي منظومه في العالم بتقوم او بيبقى فيها تعديل او بيبقى فيها تصحيح للمسار من غير خطط من غير نقط. نقط انا شايف ان احنا لما نشارك في مونديال وبعد غياب 28 سنه ونحرز اكثر من هدف دي حاجة ممتازة جدا.
كمان ان احنا نحقق 3 نقاط وفوز بعد ما فشلنا في كاس العالم 90 من تحقيق اي فوز، خسارتين او خساره وتعادلين امام هولندا وايرلندا، وايضا خساره من المنتخب الانجليزي، وبالتالي عندنا دوافع وعندنا يعني ما فيش شك ان الصوره لما احنا شفناها ان منتخب مصر واللعيبه لما وصلت جروزني اكيد في حاله من الاحباط، اكيد في حاله من عدم الرضا، لكن هو ده حال كره القدم، بتحصل لكل المنتخبات. شفنا منتخب المانيا بيخسر في اول مباراه ليه امام منتخب المكسيك، وكمان دول منتخب المانيا يعني بطل عالم. كمان منتخب البرازيل لو نفتكر، منتخب البرازيل لما كان بيلاعب منتخب المانيا في ملعبه وسط جمهوره وخسر 7-1. اللي انا عايز اقوله لحضراتكم ان يعني اكيد احنا فاهمين ان احنا مش رايحين ناخد كاس العالم، ممكن هنروح يعني رايحين متوقعين اداء او احنا مستنيين اداء مشرف، لكن في الاول وفي الاخر هي مباراه خلصت او يعني مباراتين خلصوا على خير. عندنا مباراه مهمه، يعني انا عن نفسي مستني ان منتخب مصر يحقق اول فوز ليه في كاس العالم، لعيبه تحرز اهداف علشان تبقى الموضوع عادي. بنروح كاس العالم بنجيب اهداف، مش هدف واحد او هدفين بس اللي احنا بيبقوا في الذاكره. وكمان من نفس الطريقه محمد صلاح ان شاء الله، يعني اكيد اللي شاف مباراه مصر وروسيا شاف ان محمد صلاح ما كانش جاهز 100% او كان جاهز 100% لكنه خايف انه يلتحم، وبالتالي بقاله يمكن حوالي 3 اسابيع او ازيد ما فيش اي التحامات، ما فيش اي تعامل بشكل عام مع الكره داخل الفريق، لسه نازل التمرين بقاله 3 ايام، التمرين الجماعي، بتكلم على التمرين الجماعي مع المنتخب الوطني، وبالتالي ان شاء الله مستنيين منتخب مصر. لو في حد بيسمعني من روسيا من الجمهور اللي بيحاول انه يبيع تذاكر المباراه، بالعكس انت خليك موجود جنب المنتخب الوطني، فرصه جات لك كتير جدا بيستناها انه يشارك مع منتخب بلاده في تشجيعه. نرجع من تاني للاستاذ محمود صبري علشان نتكلم معاه في مباراه مصر والسعوديه. استاذ محمود، رؤيه حضرتك الفنيه والمتوقعه في مباراه مصر والسعوديه. طبعا مباراه هيسقط عليها يعني تبقى فيها صبغه نفسيه كبيره جدا، ويبقى فيها ضغوط، محتاجه لعيبه اصحاب الخبرات واللي عندها قوه شخصيه في اداء، ولازم يعني انا شايف ان المباراه دي مهمه جدا، وانك انت تحقق فوز وتترك سمعه طيبه في المونديال ده شيء مهم جدا، وان شاء الله يكون يعني الفريق يكون جاهز، وعندك محمد صلاح وعمرو ورده وعندك طارق حامد وعندك احمد حجازي والشناوي، يعني عندنا العناصر، عندنا يعني الفرصه ان احنا نختم ونترك ذكرى طيبه. بعد ما ننتهي من مباراه السعوديه يبقى في كلام ويبقى في شرح وتناول الاخطاء اللي حدث، بس بنوع ايه؟ بنوع من النقد اللي هو الهادف، اللي هو ان احنا عاوزين نحافظ، مش عاوزين نهد، مش عاوزين نهدم، لا عاوزين نقول عندنا مشاكل 1 2 3 4، نفسنا نعمل كده، نفسنا نوصل للمرحله دي، عندنا مشاكل 1 2 3 4 وهنقدر نعمل بعد كذا 1 2 وبعد 3 4 كذا، لكن مساله انه هتبقى كده مش سابه، لا نركز في ماتش السعوديه كابتن عمر، نحاول نعمل نتيجه، مباراه صعبه جدا على فكره، مباراه مش سهله، واحنا عارفين المواجهات العربيه بيبقى شكلها ايه، الفريق يعني المنتخب لازم يبقى حاسس بالكلام ده، ولازم يبقى في قفله على وعدم السماح لاي احد من الاقتراب من اللعيبه من موبايلاتهم من الاتصالات من اي حاجه، يبقى في تركيز لتحقيق الهدف اللي هو المطلوب، انك ترجع وتفوز وتقول انك انت حطيت اول فوز، هتبقى ده شيء كويس جدا. وكمان نكسر وحمود، نكسر وحمود، نكسر يعني بص انت، انا عاوز انا حزين لحاجه واحده، ان احنا بكل مشوار كره القدم التاريخ الكبير جدا ده وكل الهدفين اللي جبناهم في كاس العالم بنتيجه ده، انت لازم يبقى عندك يعني قوه الشخصيه، يعني لاحظ منتخب السنغال شوف شخصيته في الملعب عامله ايه، هذا الكلام ما جاش من فراغ، شوف عدد المحترفين الموجودين بره قد ايه، شوف انت ارتفاع اسعار اللعيبه عندك، شوف طموح اللاعب المصري عايز ايه، انت ديك اهو لعبت كوره، شوف طموح واحد عاوز يتعب ويروح بره ويحقق ويحفظ يعني بايديه، محمد صلاح ما وصلش، ما حدش دفع محمد صلاح، حفر بايديه لغايه ما وصل، تريزيجيه بيحاول، عمرو ورده بيحاول، الناس الثانيه اللي عاوزه تطلع وتجرب بتحاول، الناس بقى الثانيه اللي فضلت الملايين والفلوس دي ما لهاش مكان، اعمل ملايين وفلوس بس برهن واشتغل اجتهد اعمل، لازم يبقى عندك شخصيه، يقول لك هدف لا
لكن مساله ان احنا كل شيء اسود وكل شيء وكل شيء مؤامره وكل شيء تشويه وكل شيء حصل يا اخوانا ما ينفعش كده. الكلام ده ما نسوش من المغرب خرجت النهارده ما حدش قال لنا ان المغرب بيكتبوا بعض، المنتخب السعودي خسر 5 ما قلبش الدنيا وقال لك ليه كلنا كده شاكين في بعض؟ ليه كلنا كل واحد طالع يدعي المثاليه العليا ويقول كلام هو ما حصلش؟ حضرتك عارف يا استاذ محمود، المشكله يا استاذ محمود ان كل اللي بيتكلم مش محطوط في الموقف يعني، لكن لو كل واحد اتحط في الموقف اللي هو فيه عن طريق شغله او عن طريق حاجه مهمه هيعرف قد ايه الواحد ممكن يكون محطوط تحت ضغط، وممكن الواحد يعني يخطئ بشكل كلام عادي جدا. كلام 10 على 10 الكلام اللي انت بتقوله هو ده الكلام الصح. وعاوز اقول لكم بقى، هل انت تقبل على نفسك انك تتهم وتعالى عليك 1 و2 و3 و4 الراجل اللي فيه مثلا وقطع تذكره وجي هنا وبتاع وجاي يساندك جاي تتهم وتقول له كان انا كنت اتمنى من الجمهور بتاعنا اللي جه يكون عنده نوع من المسؤوليه، نوع من المسؤوليه ان انا اترك معسكر الفريق مثل المباراه، بلاش اروح اخد الصوره، اسيب اسالك من بره يعني اتفرج، لان الناس كلها مش رايحه تتصور، انت مش رايح بينك عشان تصور مع محمد صلاح مع اللعيبه في المنتخب. يا اخي احنا عندنا مهمه وعندنا يعني في شغل، انت قصدك احنا كصحفيين ومتابعين ما بنروحش المعسكر. لا متابع فعلا، دي حقيقه. متابع المدرب وما بروحش المعسكر الا لو دخلت معسكر الا لما كمان اكون في اتصال ان انا جاي عشان هدف 1 و2 وبقابلش لعيبه، بقابل مسؤول باخد منه معلومه اتناقش معاه، لكن انا عاوز اقول لك انت رايح ليه الدوشه؟ نسيب استاذ محمود انا معلش انا عايز اسال حضرتك سؤال مهم بس قبل ما نروح لنقطه ثانيه. تفسير حضرتك وجود منتخب مصر في مدينه جروزني مع انها مدينه يمكن بعيده عن الثلاث مدن اللي بيتلعب فيهم الماتشات، وكمان مختلفه في الاجواء ما بينها وما بين طبعا اكتنبرج او سان بيترسبرج. تفسير حضرتك يعني تفسير حضرتك ايه يعني؟ عاوز اقول لك على حاجه. طب احمد ربنا ان المنتخب نزل في جروزني. تمام بجد. طب احتب لا انا احنا انا بسال حضرتك عن عارف ليه اقول لك على حاجه. نزل في سان بطرسبرج اللي هي المدينه القياصره، المدينه التاريخيه المرعبه، المدينه المفتوحه، يعني مش عاوز اقول لك المدينه اللي فيها الحياه المثيره. شوف حصل في يومين ايه، فما بالك لو كان اقيم فيها منذ البدايه والكلام. طب يا استاذ محمود لو مهيئ جروزني هنا لا تستطيع ان تصل لمعسكر منتخب. من اختار معسكر منتخب هو الاداره الفنيه لمنتخب مصر، لما جم يزوروا ولفوا وزاروا المدن اختاروا جروزني، وهنا استقبال واهتمام. لا شفنا طبعا تابعنا حاجه مشرفه. اهتمام ووضع كل الامكانيات واحترام والابتسامه لا تفارق الجميع، يعني عاوز اقول لك حب لا تلمسه ربما في الدول للاسف مش عاوز اقول عربيه. هنا في حاجه غريبه جدا، انت ما تبصش على موضوع جروزني، انت رحت وهو مدي لك. لا طبعا يا استاذ محمود احنا انا بتكلم مع حضرتك بحكم ان كلام شائع ما بين طبعا الجمهور المصري وما بين مداخلات بتبقى موجود هنا معانا، فطبعا حضرتك موجود هناك علشان توضح لينا. لا انا بتكلم من خلال المشاهدين. هو وفر لك ايه؟ وفر لك طائرة التنقل، وفر لك لو كان الجهاز الفني المنتخب اعترض كان اعترض منذ البداية كابتن عمر. تمام مظبوط طبعا. أولا عاوز أقول لك على حاجة، أنت في المدينة الثانية بيبقى عندك مواعيد في الملعب، أنت هنا واخد الملعب الرئيسي بتاع أستاذ أحمد أرينا مفتوح لك 24 ساعة، بتعمل اللي أنت عايزه، بتروح في أي وقت، عاوز تعمل تمرين الصبح الظهر العصر مسموح لك، عاوز تتنقل مسموح، عاوز مش عارف، يعني عاوز أقول لك إيه، مش ده هو السبب. بالعكس يمكن لو راح المنتخب وقعد في مدينه كان السؤال لما رحنا هناك في البيت كان الامن شرس جدا ومنع اي حد الاقتراب، لماذا فتح الامن الابواب ليله مباراه مصر مع روسيا؟ ما هو حضرتك قلت يعني ما هو حضرتك واضح هو ده بس حضرتك حاجه هو واضح هذا هو الكلام، الامن نفسه سمح بهذه الصوره، ثم عندما شعر بالامر اعاد الامور الى نصابها. بعد كل شيء انتهى. لكن انت كلاعب محترف ولكن انت لعبت كوره، هل ممكن يعني او انت تشعر بقيمه الحدث انه عشان خدت صوره او قابلت حد كلمت كلمتين ده هياثر على تركيزك في المباراه؟ لا يعني بص حضرتك مش عايزين يعني الكلام ده بالنسبه لي انا كلاعب كوره يعني او بالنسبه لاي واحد بيلعب كره قدم ده امر طبيعي، حضرتك عارف كده كويس قوي انه في اي وقت في معسكر في تدريب قبل المباراه بيوم
اكيد لازم هيكون في بعض التقاط الصور وهيكون في بعض التوقعات، امر طبيعي. كلام جميل جدا. انا عاوز اقول لحضرتك احنا عاوزين نقف نتكلم على حاجه، نحلل احنا رحنا كاس العالم ايه الجديد. بتكلم انا قلت يمكن لما انا قلت والله حضرتك لما التليفون اتقطع اتكلمت في النقط، حضرتك بتتكلم صح ان احنا ليه احنا مش رايحين ناخد كاس العالم، احنا رايحين عندنا نقط نبني عليها لسنين جايه بعد كده. يعني فانت لما تبقى المساله كلها والى مساله يعني بجد بجد والله والله يا كابتن عمر انا يعني حزين جدا ان احنا وصلنا لهذه المرحله من التشكيك. ونعشق اصبحنا نريد ونعيش في دائره المؤامرات، وكل واحد قاعد على الفيسبوك بيكتب اللي هو شايفه وقاعد في التكييف، لكن ما شافش ما عادش على ارض الواقع وما صح اللي حصل. صح مصر صح. فيها 100 مليون مدرب و100 مليون صحفي و100 مليون اعلامي و100 مليون طبيب كل الكلام ده زي كده. في اخطاء يا اخوانا والله في اخطاء، في اخطاء بس الاخطاء فنيه، في اخطاء تنظيميه، في اخطاء تنظيميه كان المفروض يبقى فيه. كنا دايما للناس اللي كانت بتقول لك الاهلي، كنا دايما بنقول انه مدرسه الاهلي طول عمرها اللي هي سبب نجاحها هي دايما الانضباط الاداري القوه. والاهلي لما راح كاس العالم اربع خمس مرات من ديال كان صعب جدا انك انت تروح معسكر النادي الاهلي. لما كان الاهلي بيبقى عنده مباراه صعبه جدا في نهائي افريقيا كان صعب جدا انك انت تدخل ولا تنزل في الفندق. الكلام ده لازم يبقى محسوب، الكلام ده يبقى لازم يبقى فيه عندك الامور واضحه. لكن انت رايح كاس عالم وحدث عالمي كبير جدا وصلنا بعد 28 سنه والكل شارك فيه، الجمهور رقم واحد والجهاز اتحاد الكوره واللعيبه وعندنا نبني بقى ان احنا كنا نحاول ان احنا نعمل شكل مميز جدا، نحاول ان احنا يبقى عندنا ما نخرجش كده بهدف من ضربه جزاء. حرام حرام يبقى المشوار ده كله عشان ضربه جزاء. يعني فينا نركز في الماتش اللي جاي، المنتخب كان ماتش صعب، نحترم الاخوه والاشقاء السعوديين، منافسه كبيره جدا لازم لاعبتنا يبرهنوا على ان هم كانوا يستحقوا انهم موجود هنا واللي حصل معاهم واحد واثنين وثلاثه واربعه، زي ما قال لي الكابتن عصام لحد النهارده، الناس فاكره ان احنا كنا نقدر نكسب اصحاب الارض، لا ما نقدرش نكسب اصحاب الارض، كره على ملعبهم والجمهور وكلنا عارفين لما تبقى عندك بطوله على ارضك يبقى عندك على الاقل بيبقى عندك في نوع من الاريحيه النفسيه، بيبقى عندك شغل. محتاجين شغل، الكره المصريه محتاجه طوره، محتاجه عدد اللاعبين المحترفين مقارنه بكل المنتخبات احنا الاقل. بص على المغرب، بص على تونس، بص على السنغال، بص على نيجيريا، بص يعني عاوز اقول لك ايه، اعمل الدوري المصري بتاعك، الدوري المصري بتاعك بيعاني، دوري بدون جمهور، دوري صامت، محتاج يبقى في السنه الجايه يبقى في تحدي ان الجمهور يرجع، انه يبقى وزاره شباب الرياضه مع اتحاد الكوره يبقى في تاخير السماح للشباب يحترف، ده نفتح الباب نخفف اسعار اللعيبه اللي عاوزه تقعد، نشوف طموحات الدور على اللعيب صاحب الشخصيه، كل هذه الامور المفروض تتسال. لكن مساله ان احنا نقعد كل الهدف فلان راحت وفلانه جت وفلان عامل اخوان. طيب استاذ محمود صبري رئيس القسم الرياضي بجريده الاهرام، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا وتوضيح بعض النقاط المهمه. كنت هساله على مشاركات اللعيبه اللي ما شاركتش في المباراه الاولى والثانيه من بدايه المباراه، وكمان على وجود عصام الحضري في بدايه المباراه وكتابه تاريخ جديد لحارس مصر في المونديال. لو شارك الحضري هيكون اكبر حارس او اكبر لاعب يشارك في المونديال. هنروح لتقرير، يمكن معانا تقرير عن الاهداف العكسيه او الاون جولز، هنستعرضه مع حضراتكم وهنرجع نكمل معاكم باقي فقرات. شهدت بطولة كأس العالم عام 2018 بروسيا بعد مرور 7 أيام من منافساتها تسجيل 5 أهداف عكسية، أصبحت قريبة من معادلة الرقم القياسي في تاريخ البطولة في هذا الصدد. هدف اللاعب أحمد فتحي في مرمى المنتخب المصري في المباراة التي سقط فيها الفراعنة أمس الثلاثاء ب3 أهداف مقابل هدف أمام روسيا في سان بطرسبرغ هو الخامس في النسخة الحالية للمونديال. الرقم القياسي التاريخي لأكبر عدد من الأهداف العكسية قد سجل في مونديال فرنسا عام 1998 برصيد 6 أهداف في الوقت الذي لم تتم فيه إقامة ثلثي مباريات المونديال بعد. يبدو أن هذا الرقم في طريقه للتحطم وبفارق كبير إذا استمر معدل التسجيل الحالي. We'll be right back.
اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين مع حضراتكم في المونديال. و يعني تعليقي على التقرير اللي شفناه امام حضراتكم ان كل العالم او كل لاعبي كره القدم بيخطئوا، ما فيش حد ما بيخطئش، يعني احنا بشر في الاول وفي الاخر، وبالتالي اللي بيعوز ينتقد حد ينتقده بشكل محترم، ينتقده بشكل مقبول، لازم يكون في بعض الاحترام بيننا وبين بعض، ما ينفعش اجرح في حد، ما ينفعش انا اتطاول على حد، ما ينفعش يكون مباراه هي سبب في ان انا اقلب 180 درجه على لاعب يعني من اعظم اللعيبه اللي جم في تاريخ مصر، احمد فتحي ده يا جماعه يعني ما فيش شك ان هو من اكتر اللعيبه المخلصه، مخلصه مع النادي الاهلي، مخلص مع منتخب مصر، اللعيب الوحيد اللي في مصر اللي ممكن يكون لاعب كل البطولات الناشئين، كل بطولات الكبار مع منتخب مصر الاول، كل بطولات مع النادي الاهلي. فبالتالي ما ينفعش النهارده ان انا عشان خطا يمكن مشيئه الهيه تتدخل فيه، هو ربنا رايد كده، هو نصيبه كده، ان انا انسى كل اللي عمله احمد فتحي. يعني دي مش كره قدم زي ما بنعمل مع محمد صلاح، وان محمد صلاح يعني بصراحه لما شارك امبارح ما كانش جاهز 100%، كلنا شفنا قد ايه ان هو بيبعد عن الالتحامات، بس كلنا بنقول محمد صلاح اي حاجه بتشفع له. نفس الكلام مع احمد فتحي لو غلط من هنا لحد السنه الجايه كل مشاركاته وبطولاته وروحه القتاليه العاليه جدا جدا تشفع له اي حاجه. احمد فتحي اللاعب الوحيد اللي ممكن يكون لعب في كل المراكز ما عدا حارس مرمى، او ما لعبش انه راس حربه. احمد فتحي لعب باك ليفت مع المنتخب في امم افريقيا وشال، باك رايت بيلعب، مساك بيلعب، نص ملعب بيلعب، اي حاجه بيبقى موجود فيها بيسد. احنا عارفين ان عمله اللاعب الراجل دي حاجه قليله، ممكن تكون لعيب كويس لكن مش لعيب راجل. لعيب راجل يعني ما عندكش الحماس، ما عندكش الحمية على فريقك، ما بتغيرش. احمد فتحي بيغير على فريقه، بيغير على التيشيرت اللي هو لابسه. احمد فتحي يعني ممكن يموت نفسه عشان خاطر منتخب مصر، عشان خاطر النادي الاهلي. احمد فتحي يعني كابتن منتخب مصر في التاريخ، هنيجي بعد 20 سنه هنقول كابتن منتخب مصر في روسيا 2018 او كباتن منتخب مصر في كاس العالم هو احمد فتحي. احمد فتحي انك تشيل شاره بلدك في اهم بطوله للمنتخبات في العالم، دي مش حاجه قليله. فبالتالي كان لازم يعني نستعرض معاكم ونعرض تقرير عن الاهداف العكسيه. شفنا في مباراه المغرب مباراه انتهت 1-0، مش 3-1، مش 3 اهداف، لا ده 1-0، واللي احرز الهدف لاعب في منتخب المغرب في مرمى. يعني الدنيا ما قامتش عليه، بالعكس منتخب يعني خلاص عدوا المباراه، لعبوا المباراه اللي بعديها، ادوا اداء مشرف، لكن مش نهايه العالم. احنا بشر بنغلط، ولو ما غلطناش يبقى فينا حاجه غلط. فبالتالي بقول لحضراتكم ان جمهور كره القدم في فرق ما بين، بالنسبه لي في فرق بين جمهور كره القدم اللي عارف يعني ايه لاعب ممكن يغلط، وجمهور تاني اللي هو بيتفرج على الماتشات، اللي هو مصر بتلعب فنتفرج، الاهلي بيلعب في بطوله مهمه تعالى نتفرج. فبالتالي لما بيشوف خطا زي ده بيبدا ان هو يتكلم وبيقول ازاي يحصل حاجه زي كده. كل حاجه وارده في مجال شغل حضرتك او حضرتك، بيحصل اخطاء وكل واحد بيخطئ، ولو ما اخطاتش يبقى انت ماشي في الطريق غلط. عشان تغلط لازم تتعلم، ولما تتعلم بتنضج وبتبقى حاجه كبيره جدا جدا. وقصص كتير قوي في كل المجالات، سواء في الرياضه او غير الرياضه، او الرياضه بكل مجالاتها، ان محدش وصل في اللي هو فيه غير عن طريق الخطا. يعني مركز حراسه المرمى ممكن يكون لعيب لعب على حساب لعيب بسبب انه اخطا، فبالتالي المدرب استبعده، اتعلم من خطاه، رجع تاني اقوى من الاول. يعني كان في يعني كنا لازم يعني اقف مع حضراتكم ونتكلم كده بهداوه وبهدوء على الاهداف العكسيه، واخش بقى مع حضراتكم في فقره يمكن يعني فقره مهمه جدا، وهي حكاوي المونديال. بنختار لحضراتكم بعض الحكاوى اللي بتبقى موجوده عشان بنعرضها مع حضراتكم وبنلفت انتباهكم. في منتخبين ضربوا مثل مهم جدا في يعني النظافه من الايمان. دي مش بس مقوله كده، او مش بس يعني حاجه شعار احنا بنمشي بيه، لا ده حاجه فعلا بتطبق على ارض الواقع في بطوله زي بطوله كاس العالم، وملهاش علاقه لدينك ايه ولا جنسيتك ايه، بالعكس هي بتدل على ان في شعب راقي، في شعب محترم، في ناس بتحترم ان هي لما بتمشي من المكان اللي هي موجوده فيه بتمشي وهي مش سايبه اي حاجه او اي مخلفات تنتج عن
استخدامهم ليها أثناء المباراة. المنتخب الياباني والمنتخب السنغالي لعيبة وجمهور بعد انتهاء مباراتهم في كأس العالم كل واحد بينظف في المكان اللي موجود فيه يعني. والمنتخب السعودي يعني زي ما بقول لحضراتكم من المنتخبات العربية والأفريقية ده منظر رائع. هو ده المنظر المشرف، هو ده المنظر المشرف، ان انت بتضرب مثل لكل العالم ان انت مش بس منتخب اخلاقك كويسة او منتخب بتأدي كرة كويسة، لا ده انت منتخب يعني عندك صفات مفيش احلى من النظافة، مفيش احلى ان انت تساعد بعض علشان تلم كل حاجة كانت موجودة تستخدم اثناء المباراة. دول يا جماعة مشجعين، مش شركة نظافة او ناس شغالة في الاستاد، لا دول مشجعين زي حضرتك وزي كده رايحين يتفرجوا، فبالتالي ساهموا ان هم يشاركوا مع الجمهور اللي موجود او بعض الجمهور، في اكيد منهم مشي، لكن يبقى الناس المحترمة اللي باينة قدام حضراتكم في الشاشة بيضربوا مثل مهم جدا 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 في ان فعلا النظافه من الايمان. غير المنتخب السعودي لو معانا صور للمنتخب السنغالي والجمهور وايضا المنتخب الياباني والجمهور تكون حاجه رائعه جدا جدا. وبالتالي دي كانت اول يعني حكايه معانا. ايضا كالعاده بتستمر سيناريوهات المشاكل الزوجيه ما بين، قبل ما نروح للحكايه الثانيه، ده المنتخب الياباني. احنا عارفين ان طبعا اليابان وكوريا والصين دول يعني مفيش احسن من كده بقى يعني التزام وجماعيه ونظام يعني بصراحه معروفين، لكن كمان مكملين وبيدونا مثل. يعني احنا لازم نتفرج كجمهور مصري بنتفرج، مش عيب ان احنا نتعلم من حد. يعني انا ما اعتقدش ان احنا جه فكره في يوم من الايام ان احنا بعد كل مباراه بيشارك فيها اكبر عدد ممكن من الجمهور ان شاء الله في الايام اللي جايه او في الايام اللي كانت قبل كده ان احنا نعمل منظر زي كده. كيس مخلفات بيتلم فيه بعض ازايز الميه، اكياس الشيبسي او اكياس اللي بيتاكل، فبالتالي يعني منظر مهم جدا ومنظر مشرف كمان. دي بتبقى يعني بجد بتدي انطباع رائع جدا جدا للعالم كله عن الشعب ده، وبيبقوا الناس فخوره بيه والناس مرحبه بيه بشكل كبير جدا، عكس لما جمهور يجي ويخرب ويدمر ويكسر، يعني بيبقى نقمه وبيبقى يعني فعلا بيكونوا او البلد المضيفه بتكون تتمنى خروجه بسرعه علشان كل جمهور البلد ده يمشي ويبدا الموضوع ان هم يصلحوا بقى المخلفات اللي بوظوها واللي سابوها وراهم. في المكسيك راجل ومراته اتفق ان هو يسافر لحضور كأس العالم لكنها بترفض حضوره، وبالتالي كان زعلان جدا جدا، في اتفق مع أصدقائه أن هم يعملوا لي شكل من ورق ويحطوا صورته عليه وبالتالي ياخدوه في كل مباراة وكأنه موجود وبيحضر كل مباريات منتخب المكسيك. يعني موقف طريف جدا اتعرض، يعني بص يعني هو ده الجمهور المكسيكي، وبالتالي الراجل اللي مراته ما رضيتش أن هي تاخده معاه يعني قرروا ان هم يعملوا جسم من الخشب ويطبعوا عليه صورته وهو كانه كده موجود معاهم وبيشارك. دول الاصدقاء اللي سافروا وعرفوا ينفذوا بجلدهم لكنه ما عرفش ينفذ بجلده من زوجته وقرر ان هو يحضر المباراه يعني بصورته مش بروحه، وبالتالي هو هنا بقى بيفسحوه في روسيا وبيتصور مع الجمهور. يعني اكيد لقطه طريفه جدا، واحنا يعني هم بعد ما بيتصوروا بيبعتوا له الصورة وبالتالي هو بيثبت ان هو موجود معاهم وان هم بيحبوه بيقدروه بشكل رائع جدا. احنا بنحاول نجيب لحضراتكم اكتر قصص طريفة موجودة في المونديال، ممكن تكون قصص فيها بعض المشاق فيها بعض لا، لكن احنا يعني بنحاول على قد ما بنقدر ان احنا نجيب حاجات يعني تنال اعجاب حضراتكم. يعني اعتقد ان احنا كان عندنا يعني اخر حاجه ممكن يكون يعني معانا فقره المنتخب الانجليزي، صور للمنتخب الانجليزي بيستعد لمواجهه بنما عن طريق فقره ترفيهيه. ممكن بعض المدربين او زي ساوث جيت بعد ما مباراه قويه جدا امام المنتخب التونسي بيكافئ، يعني انا بتكلم بجد يعني ده كلام بجد، الصوره دي مش هزار، الصوره دي في تدريبات المنتخب الانجليزي بعد مباراه تونس او اي مباراه بيكون عندك ضغط مباريات كمدير فني بيبقى موجود فقره كده في تاني يوم عن طريق
الاستشفاء. الاستشفاء يعني اللعيبة زي ما حضراتكم شايفين بيبقوا موجودين في حمامات السباحة وبيخضعوا إلى التدليك، فبالتالي يعني يفكوا عضلاتهم ويفكوا نفسهم من ضغط المباراة الأولى ويبدأوا سريعا الاستعداد للمباراة من تاني يوم. فبالتالي ساوث جيت كافئ المنتخب الإنجليزي بيه زي ما حضراتكم شايفين، يعني حاجة يعني اللي متابع كورة واللي متابع في التدريبات هيفهم ازاي اللاعب انت مهم جدا جدا تلعب على العامل النفسي. لو النفسي كويس، لو مخك كويس، هتعرف تلعب المباراة وانت صافي الذهن وانت مركز فيها 150%. منتخب مصر الإجهاد اللي حصل لهم في مباراة روسيا كان بسبب جزء كبير جدا جدا بسبب الضغط وبسبب ان ذهنهم مش صافي. لكن انجلترا يعني بصراحة ساوث جيت مع ان الجمهور الانجليزي كله بيكرهه وهو عارف كده وان كل الجمهور بينتقده، لكنه لم يخسر في مباراة منذ تولي القيادة الفنية للمنتخب الانجليزي. وهنا احنا يعني بنضرب مثل ان ممكن الجمهور ما يكونش حابب مدير فني، لكن هو ايه هو انجازاته مع المنتخب انه لم يخسر في مباراة واحدة منذ تولي القيادة الفنية للمنتخب الانجليزي. طيب وبكده يكون خلصنا معاكم فقرة حكاوي المونديال، يعني هنروح لفقرة التالية وهي اهلاوي في المونديال. اهلاوي في المونديال هي الفقرة المحببة للجمهور الاهلاوي وبيعرف الجيل الجديد بكل اللعيبة الاهلاوية اللي شاركت في كأس العالم سواء 34 في ايطاليا او كأس العالم 90 ايضا في ايطاليا، واللي اكيد كان موجود مجموعة كبيرة جدا جدا منه في بيلعبوا في النادي الاهلي. فاخترنا لحضراتكم الكابتن هاني رمزي. كابتن هاني رمزي نجم مصر ونجم النادي الاهلي اللي لعب لفريق كايزر سلاوتن 130 مباراة احرز 12 هدف، وايضا في فيردر بريمن 98 مباراة احرز 3 اهداف. مفيش شك ان هو كان نجم خط دفاع منتخب مصر. كنا بنلعب ب 3-5-2 وفي بعض الاوقات ب 5-3-2. كان بيلعب ليبرو في الوقت ده، يمكن بقالنا فتره كبيره جدا اخر واحد كان طبق الليبرو مع منتخب مصر اعتقد الكابتن حسن شحاته، بعديه تم الاستعانه بطريقه 4-4-2 او 4-3-3 او تم الاستغناء عن مركز الليبرو. لكن ما فيش شك ان الكابتن هاني رمزي في مركز الليبرو او مركز نص الملعب كان واحد من اهم اللاعبين اللي بيشغلوا المركز ده. هنروح لتقرير في اهلاوي في المونديال مع كابتن هاني رمزي وارجع مع حضراتكم في المونديال في الشارع. هاني رمزي احد ابناء النادي الاهلي الذين مثلوا منتخب مصر في نهائيات كاس العالم بايطاليا عام 1990 لينضم إلى كتيبة الأهلوية في المونديال بعد تألق كبير وأداء قوي قدمه كمدافع عن شعار منتخب مصر أمام أقوى مهاجم العالم من منتخبات هولندا وإنجلترا وأيرلندا. لعب هاني رمزي كل مباريات منتخب مصر في نهائيات كأس العالم 90 بمجموع دقائق بلغ 270 دقيقة في 3 مباريات. قال عنه النجم الهولندي رود خالت إنه أحد أبرز نجوم منتخب مصر وأقوى المدافعين الذين لفتوا نظره. دفع تألق رمزي في مونديال 90 الأندية الأوروبية للتعاقد معه، فخاض فترة معايشة بنادي ساوثهامبتون الإنجليزي قبل أن يرفض الأهلي العرض ليتحول إلى نادي نيوشاتل زاماكس السويسري الذي انطلق من خلاله إلى الدوري الألماني في منتصف التسعينيات حتى اعتزاله 2006. هاني رمزي أهلاوي في المونديال. أهلا بكم من جديد ولسه مكملين مع المونديال. هنروح لفقرة الجمهور وبنبقى موجودين في الشارع علشان نسأل رأي الجمهور عن آرائه في مشوار مصر في المونديال وأيضا في المشاركات ببعض المنتخبات العربية. أكيد كان منتخب مصر أو جمهور منتخب مصر كان بيطمح في نتيجة أفضل من كده في مباراة أمس، لكن قدر الله وما شاء فعل، فكنا حريصين على التواصل مع الجمهور ومعرفة رأيه يعني الفني وأيضا رأيهم بشكل عام في مباراة مصر وروسيا. عشان كده هنروح ونشوف ونسمع مع حضراتكم تقرير مع الجمهور ونرجع نكمل
مع حضراتكم واستقبل ضيفي اللي هتكلم معاه بشكل فني عن مشوار مصر في المونديال وايضا مباريات اليوم في كاس العالم، امير عبد الحليم مدير تحرير موقع في الجول. نروح نشوف ونرجع نكمل مع حضراتكم ومع ضيفي. النهارده كلنا كنا مجتمعين وكان نفسنا الفرحه تكمل بان المنتخب يفوز، لان احنا وصلنا بس الخبره عندنا برضو ضعيفه وما قدرناش نحقق برضو اللي احنا عايزينه، وبرضو كوبر يعني كان نفسي ان يلعب باثنين مهاجمين. احنا النهارده لو بنلعب بجنب حد مروان محسن والله كنا النهارده عملنا نتيجه، لكن يا يلا بقى قدر ما شاء فعل. احنا باذن الله مباراه السعوديه دي بقى يعني لازم نفوز فيها عشان نفرح الجمهور المصري كله والجمهور العربي، لان احنا الامل دلوقتي بقى ضعيف، فلازم نفرح الناس بان نفوز على السعوديه. كان نفسنا على الاقل يعني نتعادل ويبقى عندنا امل في ماتش السعوديه، لكن للاسف الشديد اخطاء دفاعيه غريبه جدا، علي جبر سيء، نني سيء، يعني صراحة كان نفسي الماتش يبقى غير كده خالص، وكان نفسي صلاح حد يمونه عشان يقدر يعني يعمل حاجة، لكن للأسف برضو الكرات اللي وصلت له ضعيفة جدا وقليلة جدا، وبالتالي النتيجة زي ما احنا شايفينها أخطاء دفاعية غريبة، ثلاث أجوان في ظرف دقايق للأسف الشديد. أملنا كبير في ربنا وفي ماتش السعودية إن شاء الله على الأقل نكسب ثلاثة عشان نعوض الهزيمة بتاعت كأس القارات بتاعت 5-1، وبالتالي حاجة تفرح الشعب بدل النكسات المستمرة ديت اللي ملهاش طعم وملهاش مبرر كمان. طبعا أنا في البداية بحمل بصراحة المسؤولية كاملة لكوبر، بصراحة كان عندنا ثلاث ماتشات قبل بدء كأس العالم كنا لازم نختبر أكتر من كده اللعيبة، كنا لازم ندرب يعني على الهجمات الوينج اليمين والشمال يروح يجري ويرفع اوفر ويبقى عندنا مهاجم صريح يجيب جون بهده زي عماد متعب زمان، زي ما عندناش الكلام ده، مش عارف راح فين الكلام ده، ما فيش جمل في الملعب، ما فيش باص خد هات، ما فيش أي جمل تكتيكية في الملعب، ما عندناش مهاجم صريح للأسف، اضطر يلعب صلاح مهاجم وهو ده مش مركزه، وصلاح ده مش مركزه خالص. الامل بقى ان الماتش الجاي السعوديه ان شاء الله نعمل مباراه جيده جدا، نعمل ماتش سكور ان شاء الله باذن الله مش تقليلا منهم، بس احنا عايزين نحس ان احنا عملنا حاجه في كاس العالم اللي احنا بقى لنا 28 سنه بنحلم بيه. اهلا بحضراتكم من جديد في المونديال على قناة الاهلي، يعني فقرتنا الاخيرة معايا ومعاكم ضيف مميز جدا، قلت في البداية انه واحد من الشباب الواعدين اللي بيفهموا في تحليل كرة القدم العالمية والمحلية، واكيد كلنا بنستمتع بتحليله، ومدير موقع في الجول امير عبد الحليم. ازيك يا امير؟ ازيك يا عمر؟ انا مبسوط جدا ان انا معاك النهارده، وكل سنه طيب طبعا، وكل مشاهدي قناه الاهلي طيبين. ربنا يخليك. طبعا امير موجود معانا هنتكلم على منتخب مصر، هنتكلم على المنتخبات العربيه، فالبدايه عايز اعرف رايك في مونديال روسيا 2018 بشكل عام. طيب هو بشكل عام والحقيقه المونديال بادئ بطريقه مثيره جدا. يعني يمكن في 2014 كان كاس العالم كان في النهايه كان شكله كويس جدا، لما جينا حكمنا عليه لقينا ان هو احسن من نسخه مثلا 2010 و2006 و2002، فانا شايف ان 2018 بقى هيبقى ممكن يتفوق على 2014. معدل التهديفي رائع جدا، لو استمر بالشكل ده ممكن في الاخر نكون قدام رقم قياسي جديد في عدد الاهداف المسجله في نسخه واحده من كاس العالم. في كمان مفاجآت مميزه جدا في البطوله دي، يعني مش مفاجآت على مستوى الفرق على قد ما هي مفاجآت على مستوى الاداء. يعني مثلا النهارده شفنا منتخب ايران بيعمل جيم، يعني مش هقول ان هو جيم كويس، بس بعد ما استقبلوا جول من اسبانيا ابتدوا ان هم ياخدوا جرأة هجوميه، وان هم كانوا ند قوي امير بالظبط، كانوا ند قوي بالظبط، لان اسبانيا اكيد زي ما انت عارف عمر تغيير المدرب ورحيله بتيجي طبعاً قبل طبعاً بدايه كاس العالم، وتعيين فرناندو ييرو ده اكيد بشكل او باخر بيأثر على الاداء، حتى لو
منتخب اسبانيا يظل طبعا منافس قوي، واكيد اكيد مع توالي المباريات هيظهر بشكل قوي. لكن يا عمر الحقيقه بالنسبه لي مميز جدا في النسخه دي من كاس العالم ان دايما كاس العالم كان يبتدي برتم قليل وبيعلى. كاس العالم ده بادئ برتم قوي جدا، يعني مباراه زي مباراه اسبانيا والبرتغال اللي انتهت 3-3 دي كانت مباراه ما بنشوفهاش كتير في الجوله الاولى من كاس العالم. بالظبط، كل واحد بيبقى عنده حذر شويه، فبالتالي 6 أهداف كتير. بالظبط، وبتبقى لسه كمان برده اللعيبه بتبقى محتاجه وقت ان هي بتعلى بالرتم بتاع الاداء بتاعها. يمكن بنبتدي بقى نشوف قوه في الاداء يمكن مع الجوله أو حتى كمان الجولة الثالثة. شفنا مباراة افتتاح مميزة جدا بتنتهي بنتيجة قياسية ما تحققش قبل كده 5-0. فزي ما بقول لك احنا شايفين غزارة تهديفية كبيرة جدا، شايفين مباريات فيها ندية وقوة حتى لو ما فيش مفاجآت في النهاية في دور ال 16. وعلى فكرة دور ال 16 ممكن يكون يعني يشهد تواجد كل المنتخبات الكبيرة، لأن لحد دلوقتي لسه بقول ما فيش أي مفاجأة موجودة. بالظبط، لحد دلوقتي ما فيش أي مفاجآت. حتى كمان المجموعة الثامنة اللي فاز فيها منتخب السنغال وفاز فيها منتخب اليابان، فهي برضه مجموعه متوازنه. يعني لو خرج فيها منتخب اقوى من الثاني، بالظبط، لو خرجت كولومبيا او خرجت بوبلندا مش هيبقى مؤثر بشكل كبير على قوه التنافسيه في كاس العالم. يعني فرق زي منتخبات زي البرتغال، منتخبات زي اسبانيا، اعتقد بشكل كبير ان هي مش هتواجه صعوبه في التاهل لدور ال 16. اعتقد حتى كمان ان منتخب الارجنتين هيقدر ان هو برضو يمسك نفسه ويتاهل للدور 16. ما اعتقدش ان الموضوع هيبقى صعب عليه ضد كرواتيا وضد نيجيريا. منتخب البرازيل كمان اعتقد ان هو في الجولتين الجايتين هيحسم التاهل لدور 16. فانا ما اظنش ان هيبقى فيه مفاجات او خروج منتخب كبير مبكرا. يعني طيب ابدا معاك طبعا من منتخب مصر، لكن هاخدك من مباراه روسيا. منتخب مصر خسر من روسيا 3-1. اسباب كتير قوي يا امير الناس اتكلمت فيها، وزي ما احنا شفنا هجوم على احمد فتحي، شفنا جمهور مصر بيحاول يبيع تذاكر مباراه مصر والسعوديه. لكن انا شايف ان في جانب ايجابي من وجودنا في كاس العالم، وعندنا مباراه اخيره هي الفوز وتحقيق اول 3 نقاط لنا في كاس العالم، وايضا تحقيق مزيد من الاهداف. عايز اعرف رؤيتك الفنيه الكامله عن مباراه مصر والسعوديه، عن مباراة مصر وروسيا، وايضا رؤيتك الفنية لمباراة مصر والسعودية. تمام، بص انت قلت حاجة مميزة جدا، ان في اكيد استفادة ايجابية من تواجد مصر في كاس العالم. اكيد طبعا. بعيدا بقى يا عمر عن فكرة اصلا ان انت ممكن تسجل اهداف او ان انت ممكن تحقق اول انتصار في تاريخ مشاركاتك في كاس العالم، بعيدا عن كل ده، فاصلا فكرة تواجدك في كاس العالم في الفترة الصعبة دي انا اعتقد ان هي مكسب بشكل كبير. اكيد. ليه انا بقول يا عمر ان هي فترة صعبة؟ لان احنا فعليا كنا ابتعدنا عن خريطة الكرة في افريقيا، مش هقول لك في العالم، في افريقيا من بعد 2010. نفوزنا بكاس الامم الافريقيه 2010، بعد كده فشلنا في التاهل لثلاث نسخ من كاس الامم الافريقيه. والحقيقه ان في مشكله كبيره بتواجه الجيل ده، ان الجيل ده للاسف اغلبه او يعني عدد كبير من اللاعبين ما شاركوش في حياتهم في استادات مليانه بالجماهير. صح، ودي مشكله نفسيه كبيره جدا بتاثر اكيد على الاداء الفني جوه الملعب. فبالتالي انت كنت محتاج ان انت تنقذ الجيل ده، يا اما كنت هتعيش بقى سنين من الابتعاد عن خريطه الكره في افريقيا. مظبوط. فهي كانت فتره صعبه، الفتره الصعبه دي بداناها مع بوب برادلي، بعد كده مع الكابتن شوقي غريب، وصولا لهيكتور كوبر. انا عارف انه طبعا الناس محبطه دلوقتي من فكره ان احنا خرجنا من كاس العالم، وانا وانت محبطين من ان احنا خرجنا من كاس العالم، وان احنا خسرنا من روسيا في ماتش كنا قريبين ان احنا نكسبه، ومجموعه سهله واوروجواي خسرنا من في اخر دقيقه. كل ده اكيد مسببات للاحباط، لكن تعالى نحسبها بالعقل. بالظبط. العقل بيقول ايه؟ بيقول ان انت استفدت ان انت كسرت اللعنه اللي كانت فضلت ملازماك 28 سنه. 28 سنه مش بتوصل كاس عالم. تمام. ولما وصلت في ظروف صعبه ومش باقوى جيل عندك. ده مش اقوى جيل في تاريخ مصر. وصلت في ظروف ان انت بقالك 7 سنين بتلعب بمدرجات فاضيه، بقالك 7 سنين مش عارف تنظم مسابقة دوري وكاس وسوبر بانتظام كل سنة. يمكن السنة الجاية بس هنبتدي ننظمها بمواعيد من قبل البطولة. ده ليه بقى؟ لأن احنا شاركنا في كاس العالم. احنا لو ما كناش شاركنا في كاس العالم كنا هنكمل الدوري عادي جدا. فاكر سنة 2014 حصل ايه؟ كانت البرازيل بتلعب ضد كولومبيا في كاس العالم، واحنا الاهلي والزمالك في الدورة الرباعية في الدوري. فلو ما كناش وصلنا كاس العالم كان زمان الدوري لحد دلوقتي شغال، وكان طبعا ده هيأثر على المواعيد في الموسم الجديد. احنا زنقنا نفسنا وخلصنا الدوري بدري علشان
كاس العالم. فطبعا اكيد كاس العالم كله استفادات، وجودك اصلا على الخريطه العالميه، الناس دلوقتي بقت عارفه منتخب مصر. صح صحيح صحيح ان 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 جزء كبير من معرفه الناس في العالم بمنتخب مصر هو محمد صلاح، لكن انت شاركت عالميا، وزي ما بقول لك انت انهيت 28 سنه من الغياب ومش بافضل جيل عندك. يمكن يمكن لو كان قدر لنا اللي احنا نتاهل مع جيل كابتن حسن شحاته لكاس العالم كنا حققنا نتائج افضل وكنا ظهرنا بشكل افضل، لكن في النهايه ده ما حصلش. فاحنا بقى مش هنقعد نعيط على حاجه ما حصلتش، احنا بنخطط للمستقبل. علشان كده هي فتره كانت صعبه انتهت بالمشاركه في كاس العالم، المفروض بقى نبص للي جاي. اللي جاي بيقول ايه؟ اللي جاي بيقول ان اكيد هيكتور كوبر مش هيكمل معانا، فيستحق الراجل مننا كل الشكر على الفتره اللي قضاها معانا، سواء ما كناش معجبين بطريقه لعبه او سواء ما كناش معجبين باختياراته، لكن في النهايه هو حقق هدفه اللي كان مكتوب في العقد بتاعه، التاهل لكاس العالم والعوده لكاس الامم الافريقيه. فاحنا بنوجه له الشكر. عندنا حوالي 5 أو 6 لاعبين في قوام منتخب مصر، اعتقد او انا مستني منهم ان هم هيعتزلوا دوليا بعد الرجوع لمصر، وبرده بنوجه لهم الشكر على الفتره اللي كان وجودهم فيها مهم مع اللاعبين الصغيرين في السن. اللاعبين الصغيرين في السن دول بقى هم نواه التاهل لكاس العالم 2022 ان شاء الله. ومن هنا بقى احنا لازم يكون اختيارنا للمدرب الجديد مش عشان يوصلنا كاس العالم 2022، لا، علشان نحقق نتائج احنا نحددها بنفسنا في كاس العالم 2022، لان خلاص احنا كسرنا اللعنه، كسرنا لعنه التاهل. احنا دلوقتي بقى بنبص لهدف اكبر، فالهدف الاكبر ايه؟ ان احنا نتاهل بقى لدور ال 16 في 2022، نتاهل لدور الثمانيه. ده الهدف اللي احنا هنحدده بناء على امكانيات لعبتنا والحاجات اللي احنا هنوفرها للمدرب الجديد، اللي لازم اكيد بقى اختياره يبقى بعنايه، مش نختار مدرب ونتفاجئ بطريقته الدفاعيه. الكرايتيريا او ما هي المتطلبات اللي انت شايف من وجهه نظرك منتخب مصر محتاجها في مديره الفني الجديد، اللي يعرف يتعامل مع جيل زي ما انت ما بتقول في لعيبه هتبطل دولي خلاص. مظبوط. عندنا لعيبه صغيره في السن، هيتم الدعم اكيد ببعض العناصر اللي موجوده في المنتخب الاولمبي، المنتخب الشباب الله اعلم ممكن يكونوا كلهم نجوم ويشاركوا مع الجيل ده ويكسروا الدنيا. فانت شايف ايه المتطلبات اللي بيحتاجها يكون في مدير قائد المنتخب ده، وهو يستحق طبعا، واظهر طبعا مدى قدرته على انه يكون قائد لمنتخب مصر ويستحق. الجيل ده اكيد محتاج مدرب متمرس في الكره الافريقيه، يكون مش جايين بقى نجربه ان هو اول مره يلعب في افريقيا، مش اول مره يسافر بلاد مثلا زي بروندي ولا زي ملاوي ويتفاجئ بالمساوات هناك او يتفاجئ بطرق اللعب هناك. لا، لازم يكون مدرب، انا اعتقد في اعتقادي ان هو يكون يعني يكون متمرس في الكره الافريقيه. لو احنا دلوقتي خلاص احنا واضح لنا ان احنا كلنا مش راضيين عن الطريقه الدفاعيه لمنتخب مصر، احنا يعني جمهورنا بينتظر ان احنا نلعب كره هجوميه اكتر، ان احنا يكون دايما البوادر الهجوميه من عندنا. فاكيد اكيد مفروض ان احنا بقى ما نجيبش مدرب ونتفاجئ ان صح. اسلوبه اسلوب دفاعي، يعني في النهايه دي استراتيجيه، فانت مش هتيجي تطلب من المدرب ان هو يغير. يعني قبل ما اتكلم معاك ونكمل موضوع المدرب، نروح لزميلنا احمد عبد الباسط الناقد الرياضي من روسيا علشان نتكلم معاه على اهم الاحداث اللي موجوده في بعثه منتخب مصر في روسيا. احمد مساء الفل يا عمر، برحب بيك وبرحب بامير وبرحب بالساده المشاهدين. يعني اكيد امير بيسلم عليك وبيرحب بيك، لكن عايز اعرف منك او تقول لي على اخر الاخبار واخر الكواليس اللي موجوده في بعثه منتخب مصر في روسيا. والله عمر، اما البعثه وصلت النهارده طبعا الجروزني، ولكن كان في حاله من الارهاق والاجهاد على اللعيبه، فكوبر قرر، كان في تدريب الساعه 7، قرر ان هو يلغي التدريب عشان خاطر الارهاق والاجهاد اللي عند اللعيبه دوت. اللعيبه بس عملت يعني نوع من انواع الاحماء والاطالات الخفيفه في الجيم الخاص بالفندق اللي نازلين فيه. طبعا اللي كان مسيطر على البعثه النهارده الغضب بخصوص محمد صلاح والخناقه اللي عملها مع المهندس قبل هيطه، اللي هم مش عارفين هي جت منين اصلا. يعني كل الناس كانت بتسال على حاجه نازله على السوشيال ميديا او على الفيسبوك، ولكن ده شيء لا اساس له من الصحه. يعني تماما، يعني محمد صلاح ما دارش بينه وبين طبعا الاستاذ ايهاب ليطه اي كلام من اللي بيدار في او على السوشيال ميديا، وعشان كده محمد صلاح نفى على حسابه الشخصي تويتر. مظبوط كده؟
بالظبط يعني هو بالظبط الموضوع جاي مع اثنين يعني هو ما فيش ما حدش سمع لهم فيهم خالص عن مشكله والموضوع اصلا لو بيصير محمد صلاح يعني ان وسائل الاعلام لو بره تناقلت هذا الخبر ان احنا بننفي ان في مشكله فبنسيل محمد صلاح مش بنسيل منتخب مصر يعني دي رقم واحد. الحاجه الثانيه برضو ازمه عصام الحضري عصام الحضري زعلان ولكن عصام الحضري ما فعلش اي مشكله وما اتخانقش مع حد زي ما الناس قالت ولا الناس اتكلمت ما فيش اي حاجه من الكلام ده اطلاقا. برضو الناس اللي اتكلمت واللي قال لك ان الفنانين طلعوا عوض اللعيبه يعني هو تاثير الفنانين على اللعيبه والناس في ال 12 دقيقه او ال 15 دقيقه اللي فيهم جون انا ما بدافعش عن حد. كان في ناس في الاوتيل كان في ناس في الاوتيل ناس نزلاء كان في سياسيين في رجال اعمال كان في محمد حماقي حاجز قبل المنتخب لانه جاي يعمل حفله هنا فكان موجود في المنتخب ده ادى الى حاله من الهرج والمرج عشان الناس جت تصور او ولكن ما فيش حد طلع للعيبه. كل الناس اللي بتشير الصور او اللي بتنزل الصور نزلت صور للفنان ماجد المصري وهو ماتش شركونه في برج العرب طب هو ما جاش هنا. الحاجه الثانيه اليوم الموضوع كان الساعه 12 الظهر الوحيد الصحفي الوحيد اللي كان في مقر بعثه المنتخب كنت انا ما كانش فيه ولا صحفي من البعثه المصريه موجود في المنتخب وانا كنت رايح الساعه 12 فضلت قاعد لحد الساعه 6 التدريب كان الساعه 7 ما جاش ولا صحفي غير محمد مراد الصحفي زميلنا في اليوم السابع جه المهندس محمود طاهر واولاده ده محمد مراد كان قاعد في نفس المكان مع المهندس هاني ابو ريده وطلب ان هو يطلع ويطلع اولاده يتصوروا مع اللعيبه قال له ما ينفعش واللعيبه نازله تتغدى اولاده اتصوروا وهم معديين عليهم غير كده ما حصلش وحتى ما اتصوروش مع صلاح اتصوروا مع تريزيجيه مع لعيبه الاهلي. انا مش بقول عشان ابرر في كان في زحمه جماهير في ناس سياسيين في رجال اعمال في ناس حاجزه في الاوتيل ولكن الفنانين اللي هم اللي عليهم الضجه كانوا في اوتيل تاني ولما الموضوع اثير خلاص ما حدش جه كله خاف ان هو يقرب من المنتخب وللامانه اللعيبه نفسها بتاعت منتخب مصر او منتخب مصر فاصلين الدنيا تماما واللعيبه كلها مركزه فالموضوع عشان بس الناس اللي بتتكلم او البعض يطلع يتكلم ما كانش حد موجود في الاوتيل عشان نحط نقط على الحروف بس عمر ما كانش حد موجود في الاوتيل اطلاقا وكل اللي بيتكلم اجتهادات فانا بحبيت اوضح لك الصوره انت وامير بحيث ان انتوا تتكلموا عليها قدام الراي العام وحابب برضه اوضح لكم ان هيكتور كوبر في فكره الفني ان هو يلعب مباراه السعوديه للفوز فقط وليس الا ومن غير ما نخوض في تفاصيل كتير منعا يعني لسه قدامنا 3 4 ايام هيكتور كوبر هيلعب بالاساسيين اللي بيلعب بيهم مباراه السعوديه. يعني كابتن عصام الحضري ممكن ما يكونش موجود كمان في مباراه السعوديه؟ بالنسبه لكابتن عصام الحضري هي نقطه الخلاف الوحيده يعني ان هم عايزين يبداوا بيه بحيث ان هم ما يخسروش تغيير لان هم عايزين يسجل رقم قياسي ليه في يعني هو احمد الفكره ان هو راجل تعب وشيء انت فاهم طبعا ان هو يبقى موجود في مونديال روسيا وشارك في بطوله افريقيا شارك في التصفيات بنسبه كبيره عصام الحضري يبقى موجود عشان الحاجات اللي انت بتقولها دي عمر بس يعني الفكر الاساسي دلوقتي ان هم هيلعبوا بكل الاساسيين حته حراسه المرمى لسه ما تمش حسمها بطريقه نهائيه بس اعتقد ان كابتن عصام الحضري نسب او حظوظه اكبر من محمد الشناوي. يعني شفنا حاله احباط على بعض لاعبي منتخب مصر هل ممكن ده يا احمد ياثر على مستوى اللعيبه في مباراه مهمه انا شايف يعني انا بنتكلم انا وامير على الجانب الايجابي في كاس العالم ان احنا بنبحث عن اول فوز واول 3 نقاط في مشاركتنا في كاس العالم. بص هو نفسيا اللعيبه مرهله جدا النهارده هيكتور كوبر قاعد معاهم والمهندس هاني ابو ريده قالوا لهم حاجه واحده احنا خلاص احنا محتاجين نسجل اول فوز لمصر في كاس العالم وده ممكن الشعب المصري ينسى يعني بسهوله ان هو ده يعني يبقى الحاجه اللي قدرنا نعملها ان احنا نفوز على السعوديه ان احنا نسجل حاجه لمصر اول فوز لينا نسجل رقم قياسي لعصام الحضري فاعتقد ان الحاله النفسيه اللعيبه زعلانه جدا عمر وده واضح في بعض الصور اللي نازله طبعا واضح عليهم جدا ان هم متضايقين وزعلانين لان ما كانش متوقع ان احنا نتخطف في مباراه روسيا في 15 دقيقه يعني اللي جه فيها الاهداف وكوبر لما اتكلم حتى مع اللعيبه قال لهم الاهداف اللي جت من اخطاء دايما بنقع فيها ودايما بتبقى اخطاء يعني ساذج جاب لغه الكوره وفي نفس الوقت هو الماتش الاخير برضه انا عرفت ان هو لما قعد مع اللعيبه اتكلم معاهم قال لهم في المحاضره اللي قبل المباراه مباشره لابد ان احنا نتلاشى الاخطاء ونستغل انصاف الفرص يعني هو شايف ان برضه في حاجات كتير من كلامه ما اتطبقتش ولكن يعني انا كنت سامعكم بتتكلموا على ان يعني الناس كلها بتتكلم على ان هيكتور كوبر خلاص ما يتمشاش مع المنتخب المصري الناس عايزه مدرب هجومي الناس محتاجه اعتقد ان ده اللي هيبقى الغالب في الفتره اللي جايه بعد مباراه السعوديه هيبقى التفكير في مدرب اجنبي وان كان اصلا هيكتور كوبر هو اللي رفض يجدد قبل كاس العالم مباشره لخلاف مادي بينه وبين اتحاد الكره. احمد هنستنى بقى منك ان شاء الله لما المنتخب يرجع على خير عشان تكون اول واحد قال لنا الاسم المرشح لتدريب منتخب مصر. احمد عبد الباسط بشكرك شكرا جزيلا على المعلومات القيمة والكلام اللي كان مهم جدا انه يتقال في وقت زي ما احنا يعني شايفين وسامعين كلام على السوشيال ميديا كلام كل واحد حاطط شماعة بيعلق عليها يعني سبب هزيمة المنتخب لكن في الاول وفي الاخر قدر الله ما شاء فعل نركز في مباراة السعودية لتحقيق اول فوز للمنتخب الوطني في كأس العالم. تعليقك
بص احنا علشان نكون واضحين احنا خسرنا الاسباب الفنيه تمام. يعني غير كده احنا هنكون يعني كلام احمد مظبوط ان 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 كل واحد بي 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 بيعلق الاخطاء او بيعلق شماعه ان حد كان موجود في الفندق او تصوير مع اللعيبه. الكلام ده مش صح، ولا انت شايف ان هو اثر بالسلب على منتخب مصر من حيث الضغط النفسي والعصبي الكلام اللي انت سامعه في الفتره الاخيره؟ طب بص تعالى نمشيها واحده واحده. تمام، انت عمر سافرت، يعني بعيدا عن فكره ان انت كنت لاعب كره قدم سابق، يعني انت سافرت مع الاهلي اكيد، او سافرت مع منتخب مصر سفرات كتير. اكيد طبعا، اكيد انت لما بتنزل في فندق عارف كويس جدا ان الجماهير بتتجمع في الريسبشن بتاع الفندق عشان يستنوا يتصوروا مع اللعيبه وياخدوا معاهم بقى سيلفي او يمضلهم على تيشيرتات او وعارف كويس جدا برضو ان الكارت بتاع اوضه الفندق ده لما بتيجي تحطه في الاسانسير بينزلك في الدور بتاعك بس، يعني ما بينزلكش في الادوار الثانيه. ففكره ان حد يطلع اوضه اللعيبه دي من غير لما يكون مع اللعيب يعني مرافق ليه، دي حاجه ما بتحصلش، مستحيل اصلا انها تحصل، لان زي ما قلت لك دي حاجه يعني امنيا في الفندق نفسها ما تنفعش. من ساعه ما منتخب مصر راح سان بطرسبرغ واحنا شايفين الجمهور كل يوم بيستناه في الريسبشن بتاع الفندق وبيتصور مع صلاح وبيتصور مع باقي اللعيبه، وده طبيعي. شفنا امن كتير جدا على فكره، شفنا رقابه امنيه شديده بصراحه، لان ده امن الفيفا يعني. يعني ده منطقي وده طبيعي مع كل المنتخبات. وجود الجمهور في فندق اي منتخب ده شيء برضو طبيعي وبنشوفه مع كل المنتخبات. لكن مشكلتنا هتبقى في ايه لو حد من الجمهور ده طلع فوق الاوض. اللي احنا شفناه ان قبل الماتش بحوالي يومين او ثلاثه الجهاز الفني سمح للعيبه ان هي تقابل اسرهم، كان نوع من انواع قصر الملل بالظبط، ودي حاجه بتحصل جدا. اسر اللعيبه ما طلعتش معاهم الاوض، ممنوع بالظبط، يعني قابلوهم بره في الريسبشن بتاع الفندق. ففكره ان فنان يطلع او اعلامي يطلع يتصور مع لعيب في اوضه النوم دي كانت حاجه بالنسبه لي صعبه جدا، وكانت يعني مش هصدق ان حد يقول ان ده ياثر على تركيز لاعبين، لان احنا المفروض ان دي لعيبه محترفه، دول احسن لاعبين في مصر، دي احسن عقليه في مصر. لما يسمح ان صوره مع ممثل ولا حاجه زي دي تاثر على تركيزه في ماتش هام وفاصل في كاس العالم، يبقى يرجع مصر احسن فعلا، يبقى ما يكملش في كاس العالم. انت انا عايز اخدك لنقطه كده اخدت بالي منها دلوقتي، هل انت شايف، طبعا بما انك واحد من شغال في اكبر المواقع اللي موجوده في مصر في الشرق الاوسط، هل انت شايف ان الترافيك والشير واللايك بيحكم ان انا انزل صوره او خبر فيحصل شير كتير ويحصل لايك ويحصل يزيد عدد الفولورز، ده ده ده, ده ممكن يكون الاسلوب اللي بتتابع بيه بعض الناس على السوشيال ميديا؟ بص يا عمر هقول لك يعني على حاجه، يعني احنا يعني مش عايزين طبعا نقول حاجه زي دي، انا مش هقدر اقول حاجه زي دي، كل الناس وكل الزملاء ليهم احترامهم. لا انا مش بتكلم يا احمد، انا مش بتكلم يا امير، قصدي على المواقع الثانيه، انا بتكلم على ان بيحصل يعني بعض البيجات اللي ما نعرفش عنها اي حاجه. لا البيجات دي كده ولا كده، ده اسلوبهم، ده اسلوب قصف الجبهه والحاجات اللي بالظبط ده اللي انا بتكلم فيه. فايه يعني هل انت شايف ان كلامي ده صح، ان هم يعني بعض الاخبار الكاذبه وبعض الصور اللي ممكن تكون يعني صور فعلا الفنان ماجد المصري كانت موجوده في ماتش الكونغو؟ ماتش الكونغو مظبوط، ولو واي حد حكم عقله قبل ما ياخد الصور ويشيرها، الصوره باينه ان هي اصلا في برج العرب، يعني بعيدا عن اي حاجه الصور باينه انها في برج العرب، مش محتاجه منك ان انت تحتاج ان انت تتاكد من صحفي او تتاكد من اعلامي الصور دي مكانها فين. وحتى كمان التيشيرتات اللي لابسينها اللعيبه، التيشيرتات اللي قبل كاس العالم، يعني الناس برضو فاهم الحماسه والعواطف يعني فاهم بتاخدهم ان هم اكيد خايفين وزعلانين وغيرانين على المنتخب. بس تعال اقول لك على حاجه ثانيه. تمام، احنا في الشوط الاول في ماتش روسيا كنا احسن صح؟ طبعا، في تقريبا كره لتريزيجيه كانت هو اصلا تريزيجيه جابها بتاع 50 مره قبل كده، تمام، لعبته بالظبط، وكان في واحده لمروان محسن، تمام، فلنفترض ومحمد صلاح. انا بس بكلمك في الحاجات اللي كانت قريبه قوي. تمام، فلنفترض ان كان ربنا اكرمنا يعني وجبنا الكورتين دول وخرجنا من الشوط الاول 2-0، خلصت كده صح؟ كنا الماتش كان بتاعنا كده خلاص، كانوا شكروا الفنانين وشكروا البعثه الاعلاميه وشكروا وده على فكره حاجة. وده على فكره برضه مش صح، يعني مش صح ان انت يعني مش بنقول ان انت لو كسبت تشكر الفنانين ولو خسرت تقول دول الفنانين السبب. بس احنا بنتكلم في ايه؟ احنا خلاص دلوقتي المفروض ان احنا بقينا في مستوى نعرف بيه ان الفنيات هي اللي بتحدد نتائج الماتشات، مش يعني مثلا النهارده البرتغال كسبانه ورونالدو بيجيب جول وجورجينا صاحبته قاعده في المدرجات وبيشاور لها بعد ما جاب هدف بالظبط. الموضوع ما فيش في منتخبات بتسمح للاعبتها بممارسه الجنس علشان تكسر الملل وبياخدوا كاس العالم في النهايه. ففي احنا برضو علشان نكون واقعيين، احنا ممكن نحلل الاسباب فنيا، ممكن نشوف ايه مشاكلنا الاداريه اللي وصلتنا ان احنا بنخرج من الدور الاول من كاس العالم، نقيم التجربه، نحط الايجابيات قدام السلبيات ونشوف ايه اكتر، ويبقى هو ده تقييمنا النهائي. لكن
فكرة ان احنا ندور على شماعة علشان نحط عليها التقصير او اسباب الخسارة يبقى احنا كده مش هنوصل لحاجة في الاخر. يعني هكمل معاك لمباراة من مباراة روسيا لمباراة السعودية، هل انت شايف ان حالة الاحباط ممكن تأثر على لاعبي منتخب مصر قبل مواجهة منتخب السعودية؟ احنا محتاجين فوز، محتاجين يعني الشعب المصري يعني يفرح حتى لو بمباراة واحدة واحنا خارج المونديال، لكن هل انت شايف ان دي اولى خطوات بناء يعني فكر جديد للكره المصريه وجيل جديد هنعتمد عليه ان شاء الله في بطوله افريقيا القادمه وبطوله كاس عالم ان شاء الله بنسعى الى الوصول ليها؟ اكيد. بص لو احنا دلوقتي هنقول ان الاحباط يتمكن منه، الاحباط برضو يتمكن من السعوديه، انت أكيد. انت بتمر بنفس الظروف طبعًا. بتاعتهم فانتوا الفرقتين خرجوا خلاص من كاس العالم فعليا والمباراه دي تحصيل حاصل، فدوافعك هي نفس دوافعه، تمام، فمش هينفع خالص ان انت لا قدر الله نخسر الماتش وتيجي تقول لي اصلا انا كنت محبط. لا، انت ما فيش حاجه يعني ده مش كلام مش عقلاني وده برضو شماعه جديده. لا، الطبيعي دلوقتي ان انت خلاص قدر الله ما شاء فعل، خسرنا خرجنا، بس احنا دلوقتي بندور على ان احنا نعمل ارقام. اي جول بتسجله مصر في كاس العالم برقم، لان احنا ولا سجلنا كتير ولا شاركنا كتير. لو فزنا هيبقى الفوز الاول لمصر في كاس العالم، لو سجلت فهتبقى هيتحط اسمك ضمن قائمه فيها ثلاث لعيبه بس هما اللي سجلوا لمصر في كاس العالم، يعني كلها ارقام. يعني 90 احرزنا هدف وفي 34 احرزنا هدفين فممكن نكسر ريكورد ان احنا ايه في كاس العالم جبنا 3 اهداف، جبنا بالزبط. هدف مش من ضربه جزاء. بقول لك هو كله اي حاجه يا عمر احنا هنعملها هتبقى برقم. لو لعيب شارك لاول مره مع منتخب مصر في ماتش السعوديه هيبقى اول مشاركه ليه في كاس العالم. لو لعيب سجل فهو هيحط اسمه في قائمه ما فيهاش غير الكابتن الراحل عبد الرحمن فوزي وكابتن مجدي عبد الغني ومحمد صلاح، فهيبقى هو طبعا رابع لاعب يسجل لمصر في كاس العالم. ده كل دي ارقام قياسيه احنا ممكن نحققها. لو كسبنا فده اول فوز لمصر في كاس العالم، فهي كلها ارقام، كلها دوافع طبعاً، طبعاً. كلها دوافع. فانت دلوقتي الطبيعي ان انت تبص على نص الكوبايه المليان، انت خلاص مشاركتك انتهت في كاس العالم، المينتاليتي بتاعتك وعقليتك كلاعب محترف اقدر ان انا اعتمد عليك مع المنتخب في الاربع سنين الجايين وان انت توصلني كاس عالم تاني، هو انك ما تتهزش. اللي احنا شفناه يا عمر في ماتش امبارح هو هزه، احنا استقبلنا جول. ايه يعني استقبلنا جول؟ كان لسه في اول اصلا كان دقيقه في الشوط الثاني وتقدر ان انت تسجل وتقدر ان انت تعوض، واكبر دليل على كده ان احنا سجلنا بعد ما كانت النتيجه 3-0. يعني سجلنا جول لمحمد صلاح ولينا ضربه جزاء ثانيه ما اتحسبتش، يعني سيطرنا على المباراه والثقه رجعت لينا بعد ما دخل فينا 3 اهداف. فده اكبر دليل على كلامك ان احنا كان عندنا المقدره ان احنا نعود الى المباراه، لكن عدنا بعد فوات. فهي المينتاليتي اللي حصلت لنا، العقليه يعني بتاعت اللعيبه ما قدرتش تستحمل فكره ان احنا استقبلنا جول بالشكل ده وفي عز ما احنا ما بنلعب احسن من روسيا. استقبلنا جول هدف عكسي، كل الناس كانت مستنيه مين اول لاعب هيسجل لمصر في كاس العالم، فبدل ما يستنوا اول لاعب يسجل لمصر في كاس العالم شافوا احمد فتحي هو بيجيب جول في نفسه، فده هز اللاعبين. اللاعبين حسوا ان هم بيخرجوا بره الماتش، فاستقبلوا جولين في خلال 15 دقيقه. في خلال 15 دقيقه كنا خسرنا الماتش. يعني انا خدتك بما ان احنا بنتكلم على الفنيات، سبب تفوق منتخب روسيا هل هو اللياقه البدنيه العاليه جدا اللي عند منتخب روسيا، اللي انا او الكتير شافوا ان منتخب مصر بنهايه الشوط الاول بدنيا كان يعني خلاص قدم كل حاجه عنده، وبالتالي نزل الشوط الثاني شفنا فارق في اللياقه البدنيه عند منتخب مصر وعند منتخب روسيا. بص يا عمر، احنا خسرنا بشكل كبير نص الملعب، وده كان بسبب ان مشاركه محمد مزبوط. صلاح بتجبر هيكتور كوبر ان هو يخلي محمد النني ورا محمد صلاح عشان محمد صلاح ما يرجعش مزبوط. دفاعيا. فمحمد النني طبعا خسرته في نص الملعب معناها ان عبد الله السعيد لازم ينزل يبقى مع طارق حامد في العمق، لان محمد النني هيبقى على الجنب اليمين. دي خلتنا ما نحسش بوجود عبد الله السعيد هجوميا، وفي نفس الوقت خلتنا ما نسيطرش بشكل كبير على نص الملعب. ومنتخب روسيا قوي جدا في نص الملعب، يعني كفايه جولوفين ده لعيب هايل جدا جدا، وهو بالنسبه لهم هو المحرك الاساسي للفريق. كمان كان منتخب روسيا ذكي جدا في مشاركه زويبا من اول المباراه. زويبا المهاجم رقم 22 اللي فتحي وقع قدامه وسجل قوي جدا وطويل، واعتمد منتخب روسيا على الكرات العرضيه علشان تروح لزويبا اللي هو اصلا مش مهاجم اساسي في منتخب روسيا، فطبعا كانت مشاركته دي قرار ذكي جدا من منتخب روسيا.
انا رايي الشخصي ان كان مفروض ان عمرو ورده يبدا اساسي مع منتخب مصر، لان عمرو ورده وقدم مباراه كويسه ضد اوروجواي وبيرجع يدافع ويسند احمد فتحي، فما كنتش انت هتحتاج ان انت تخسر محمد النني في نص الملعب. مشاركه محمد صلاح اكيد كانت مهمه جدا، بس احنا كان ممكن نشوف ان احنا ما نلعبش براس حربه صريح زي مروان محسن، يعني ده كان اقتراح ان انت تشرك عمرو ورده على الجناح الايمن وتشرك تريزيجيه على الجناح الايسر، ويبقى محمد صلاح هو اللي في قلب الهجوم. وده على فكره شفناه يا عمر في الشوط الثاني، وهو ده اللي اصفر عن الجول اللي احنا سجلناه. يعني لما محمد صلاح غير مركزه وابتدى ان هو يتحرك ناحيه العمق، قدر ان هو ياخد ضربه جزاء وهو اللي سجلها بنفسه. فهي كلها حسابات يمكن قد كانت تصيب في الاخر او كانت في النهايه برده ما توصلناش للنتيجه، لكن منتخب روسيا اكيد ان هو اقوى مننا بدنيا، اكيد توقيت الجول والطريقه كمان اللي استقبلنا بيها الهدف اثر بشكل كبير على معنويات اللعيبه، وطبعا عقليتهم كانت لازم تتعامل مع موقف زي ده. انا بصراحه دي اكتر حاجه احبطتني بعيدا عن الفنيات، اكتر حاجه احبطتني ان منتخب مصر ما كانش عنده المينتاليتي اللي تقدر تتعامل بيها مع موقف زي ده. كان طبيعي جدا ان احنا نبقى مهيئين نفسيا ان احنا نستقبل الجول، وان احنا نبقى قادرين ان احنا نرجع وقادرين ان احنا نحاول ان احنا نتعادل ونحاول ان احنا نكسب، مش بمجرد ما نستقبل جول ننهار دفاعيا بالشكل ده ونستقبل جولين في 12 دقيقه. طيب عشان وقتنا طبعا، فهاخدك للمجموعات الثانيه سريعا، نتكلم على المنتخبات العربيه وايضا المنتخبات الاوروبيه والعالميه. مجموعة اسبانيا والبرتغال، اسبانيا كسبت النهارده منتخب ايران 1-0، وايضا البرتغال بتفوز على المغرب 1-0. مباراة يعني جامدة جدا، مباراة ايران ومباراة البرتغال. الاثنين عندهم امل، طبعا ايران لسه عندها امل، عندها 3 نقاط، البرتغال عندها 4 نقاط، اسبانيا ممكن فرصتها تكون سهلة شوية بما ان المغرب رسميا خرج بره المونديال، فبالتالي ممكن المغرب تلعب كوره فما يبقاش عندها اي دوافع. هل انت شايف البرتغال وايران ممكن ايران تعمل مفاجاه قدام المنتخب البرتغالي بعد المستوى اللي عرضه؟ بص، هو انا اصلا ما بعتبرش المنتخب الايراني بالقوه اللي هو يقدر يعمل مفاجاه في كاس العالم. هم بص يا عمر، عشان نحط الناس برضو في الصوره، هم عندهم ظروف صعبه جدا ان هم ما قدروش ان هم ينظموا مباريات وديه قبل كاس العالم، لان كل المنتخبات رفضت تقابلهم بسبب مشاكل ايران السياسيه والحصار على ايران، فطبعا ده اثر على استعدادهم لكاس العالم، وكان اول منتخب يوصل روسيا استعدادا لكاس العالم، لان هم كانوا خلاص ما عندهمش ماتشات وديه يلعبوها. قبل انطلاق كاس العالم شركه نايكي رفضت ان هي تبعت لهم احذيه ومعدات رياضيه بسبب الحصار الامريكي على ايران. بالظبط، فظروفهم كانت صعبه جدا، فكل توقع ان هم هيبقوا حصلت المجموعه. بالظبط، اللي خلى ايران يظهر بالشكل ده النهارده واللي خلى ايران يبقى موجود لحد النهارده وبنتكلم في فرص ضد البرتغال هي الطريقه الغريبه اللي كسبوا بيها المغرب. مباراه الافتتاح دي لو اتعادت 100 مره المغرب هتكسب طبعا وهتخلص من الشوط الاول، بس هدف غريب، هدف عكسي في اخر وقت في المباراه، ما فيش وهدف عكسي كمان، يعني حتى كمان مش هدف ملعوب، هدف عكسي من كره ثابته كالعاده المنتخبات العربيه في كاس العالم، بيسكن شباك المغرب وايران بتكسب 3 نقط وتلاقي نفسها متصدره في الجوله الاولى لان اسبانيا تعادلت مع البرتغال. مفاجاه كبيره اليوم ده طبعا اداهم حافز واداهم دفعه معنويه ان هم النهارده يلعبوا ضد اسبانيا على نقطه. كانوا منظمين جدا دفاعيا، او يعني مش كانوا منظمين دفاعيا على قد ما انا كنت شايف ان هم فعلا فعلا راكنين الباس. الشوط الاول يا عمر الخريطه الحراريه بتاعه لعيبه ايران جوه ال 18 مفيش يعني المهاجم، هم بعد الهدف تحرروا الى حد ما، بداوا ان هو يبقى فيه هجمه او هجمتين وكان خطر على مرمى اسبانيا. طيب امير، علشان سريع عايز اخد معاك كل المجموعات، فرنسا والدنمارك المجموعه الثالثه، شايف ان فرنسا والدنمارك يقدروا ان هم يحسموا صعودهم امام المنتخب الاسترالي؟ الدنمارك تلعب استراليا وفرنسا تلعب ايران، شايف ان هم ممكن يحسموا صعودهم قبل ما يواجهوا بعض؟ اعتقد بشكل كبير. منتخب فرنسا يمكن ما ظهرش بالشكل القوي ضد استراليا، منتخب استراليا منظم مع فان ميرفك، طبعا هو المدرب الهولندي اللي تاهل مع السعوديه لكاس العالم ورحل بعدها، فهو ظاهر بشكل كويس معاهم، لكن اعتقد ان حتى كمان صحوه بيرو الهجوميه اللي احنا شفناها ضد الدنمارك دي مش هيقدروا يقدموا نفسها ضد فرنسا. اعتقد ان فرنسا تقدر ان هي تفوز بكره ان شاء الله، والدنمارك اعتقد ان هم حتى على الاقل لو تعادلوا مع استراليا فبرضه هيكونوا بشكل كبير حسموا التاهل. يعني فرنسا والدنمارك في المجموعه دي اعتقد. طيب المجموعه اللي بعديها صعبه جدا جدا، ارجنتين هتلعب كرواتيا ونيجيريا هتلعب ايسلندا. نيجيريا انت عارف الارجنتين اول مباراه تعادلت مع ايسلندا، كرواتيا كسبانه اول مباراه. شايف سيناريو مباراه ارجنتين وكرواتيا سريعا ازاي؟ يعني ميسي وخورخي سامباولي وراكيتيتش ومودريتش نجوم كثيره جدا في المباراه، شايف الارجنتين ممكن تفوز ولا كرواتيا ممكن تعمل مفاجاه؟ بص،
صعب جدا ان انت تتوقع نتيجة فريق في لعيب بيعمل فرق زي رونالدو زي ميسي. تماما. ليه بقى؟ لان ممكن كرواتيا تعمل جيم هايل جدا على الارجنتين وفي النهاية خالص ميسي يقرر في لحظة تجلي من فاول من فاهم من, من من حركة ابداعية من حركاته ويخلص الماتش. بس انا اعتقد ان الارجنتين وكرواتيا هما اللي يتأهلوا من المجموعة دي من بدون اي مفاجأة. ايسلندا ما تعملش مفاجأة؟ لا لا ما اعتقدش. يعني ايسلندا ونيجيريا مش ممكن ايسلندا تكسب نيجيريا يبقى عندها اربع نقاط؟ بالعكس انا اتوقع ان نيجيريا ممكن تكسب ايسلندا. مش لا انا ممكن ايسلندا بكره ممكن تعمل مفاجأة بعد المستوى السيء شفت فيه نيجيريا. كنت متوقع بصراحه ان هم يظهروا بالمنظر. ايسلندا ما عندهاش يعني سيناريوهات يعني طبعاً. اعتقد ان ايسلندا خطتها تقدر تنجح ضد المنتخبات الكبيره لكن الماتشات اللي هتبقى صعبه عليها مواجهه زي مواجهه نيجيريا. نتمنى المنتخب نيجيريا اكيد منتخب افريقيا نتمنى له التوفيق. مجموعه البرازيل، برازيل وكوستاريكا وصربيا وسويسرا. البرازيل بتتعثر في اول مباراه وصربيا بتفوز على كوستاريكا 1-0. مين شايف ممكن يطلع مع البرازيل؟ البرازيل وصربيا. البرازيل وصربيا. صربيا مش سويسرا. بص سويسرا كانوا هايلين جدا في التصفيات وماشيين بشكل ممتاز جدا. مدربهم بيكوفيتش ده يعني مدرب هايل جدا وكان بيدرب لاتسيو قبل كده وحقق معاه نتائج كويسه جدا. لكن صربيا برضو منتخب كاسماء قويه. انا اعتقد ان هم حتى كمان بعد الفوز الاول ليهم في كاس العالم اعتقد ان هم هيقدروا يكملوا عليه. هم محتاجين نقطتين يعني ويتاهلوا. طب اخر مجموعه عشان وقت البرنامج، المكسيك والسويد وكوريا الجنوبيه والمانيا. شايف المانيا ممكن ما تكونش موجوده في دور 16 ويعود بها اليورو 2000 بعد طبعا خروجها من الدور الاول، ولا المانيا قادره على العوده من جديد؟ لا بصي المانيا هتتاهل، بس هو السؤال بقى دلوقتي المانيا هتلعب البرازيل في دور 16 ولا هتنجو؟ هو ده بقى السؤال. هتنجو عايزينهم في ادوار بعد كده بالزبط. مش عايزين الدنيا تبقى سخنه بالاول. نتمنى. امير عبد الحليم مدير موقع في جول يعني بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا. اتكلمنا بشكل عام على المونديال واتكلمنا بشكل اكتر على منتخب مصر. ان شاء الله اكون موجود معايا في لقاءات تانية كتير. يشرفني يا عمر وكل سنة وانت طيب مرة تانية. طيب يعني كنا مع حضراتكم في المونديال على قناة الأهلي واليوم السابع وتكلمنا فيه بشكل عام على لقاءات اليوم وأيضا اتكلمنا على أداء منتخب مصر وفرصه في مباراة السعودية. بكرة مش هنكون موجودين مع حضراتكم، هيبقى موجود في نفس الميعاد طبعا باشمهندس عادلي القيعي في ملك وكتاب. هنكون موجودين مع حضراتكم يوم الجمعة من الساعة 10 للساعة 12 بعد مباريات كأس العالم. نشوفكم إن شاء الله على خير يوم الجمعة، مستنيينكم وإن شاء الله يا رب تكون الحلقة عجبت حضراتكم. نشوفكم على خير، تصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.